صباح الهنا والرزق وصباح لحضراتكم حلقة جديدة وعشر صبح في الأهلي، وبقالنا دلوقتي على اليوم الثاني على التوالي مفاجآت في يعني المذيعين. خليني أرحب النهاردة بيعني زميلي العزيز جدا هيكون منورنا النهاردة على مدار الحلقة كريم أحمد. صباح الهنا كريم. صباح الفل عليك أنا وندو، صباح الخير على كل جمهورنا العظيم جمهور النادي الأهلي. الحقيقة الواحد بيكون سعيد جدا كالعادة طبعا مع الزميل العزيز أنا وندو، أيضا كمان أنه يكون متواجد الحقيقة صباحا في قناة النادي الأهلي، بنخاطب طبعا الشعب المصري وجمهور النادي الأهلي. وكالعادة النهاردة طبعا 10 الصبح في الاهلي مليئه بالاخبار والمستجدات والملفات، بالتاكيد طبعا يعني فقرتنا الاولى هتكون طبعا مع الدكتوره اسامه منير مدرسه طبعا التربيه الخاصه بجامعه مصر، والفقره الثانيه ايضا هتكون مع الناقد الرياضي محمد همام. امور عديده جدا يا هوندا هنتكلم فيها بالتاكيد، يا رب النهارده تكون حلقه مليئه بالاخبار. صحيح النهارده معانا اخبار طبعا وضيوف مميزين، وخلينا نبدا الكلام كده ونفكر برضو جماهيرنا بيوم الاربعاء ان شاء الله اللي جاي. عندنا موعد مع مباراه طبعا الدور نصف النهائي من مسابقه كاس مصر من الموسم الماضي احنا بنتكلم، واللي وصل برضو في الفريق للدور نصف النهائي عشان نقدر نقول احنا هنواجه بقى امبين باذن الله يوم الاربعاء. وهي مواجهه خلينا برضو نتكلم سريعا، هي مواجهه مش هتكون سهله ابدا يا كريم طبعا. يعني كعاده مباريات الكاس دايما بنتكلم، كمان نادي امبي عامل موسم بصراحه مميز جدا الموسم اللي فات، واعتقد كمان في الموسم ده مركز كمان في يعني عنده مجموعه كبيره جدا وعنده برضو تحديات كبيره جدا وعنده لعيبه مميزين بصراحه كمان في الفريق، وده اللي انا اتكلمت عنه قبل كده انا وانت كريم وفاروق، كلمنا عنه أكتر من مرة إن كل ما الفرق المختلفة بتكون في تطور في المستوى الفني بتاعها وغيره وفي الصفقات، كل ده ما بينعكس على كمان التنافسية والمتعة، وكمان بينعكس على الكرة المصرية بيبقى فيها روح مختلفة. فكرة إن أنت تلاقي فرق بتنهض، تلاقي إن أنت فرق الرانكينج بتاعها بيختلف، ده كله أعتقد لصالح الكرة المصرية في الأول وفي الآخر. أي فريق برضو خلينا نأكد على النقطة دي بيلاعب الأهلي بيكون عايز ينافس وعايز يكسب وعايز كمان يطلع أفضل ما عنده أقصى ما عنده من امكانيات فنيه في الملعب، وده كلام اعتقد مفروغ منه وبنشوفه على الارض بشكل كبير جدا. فهي مباراه قويه طبعا، مباراه محسومه ما فيش الكلام ده ابدا، وهنتكلم اكيد برده في تفاصيل كتير على مدار الحلقه. بالتاكيد انا هوندي طبعا يعني مباراه ماتش مش هيكون سهل جدا أكيد. طبعا مباراه التاهل النهائي ومباراه النوك اوت احنا عارفين بتحتاج كل الجديه وكل التركيز، بتحتاج مجهود كبير جدا من الجهاز الفني من اللاعبين انصاف الفرص الحقيقه بتحل هذه المباريات. كل فريق بيقابل النادي الاهلي بيكون هي بطوله، بيقابل النادي الاهلي بطوله، ويا سلام كمان لما بتلعب في بطوله كاس فده بيكون امر مهم جدا. النادي الاهلي كمان يعني داخل في معركه مباريات، سفريات طويله جدا، بطولات كثيره جدا قاريه ومنها كمان ايضا كمان كاس العالم للانديه، واكدنا اكتر من مره ان هو موسم مضغوط جدا جدا على لاعبي النادي الاهلي وعلى منتخبنا الوطني، لان يمكن كمان الفتره اللي جايه منتخب مصر عنده معسكر في الامارات، عندنا مواجهتين طبعا وديتين زامبيا والجزائر، بعدها ايضا كمان هيكون في مباراتين في تصفيات كاس العالم في شهر نوفمبر مع جيبوتي وسيراليون، طبعا هي كاس الامم في مطلع العام الجديد مع الكوتيفوار. يعني موسم الحقيقه مضغوط بشكل كبير جدا مع لاعبي النادي الاهلي، ويمكن كمان اللعيبه الدوليه هي يعني اللي هتبقى اللود كله عليها كمان. ويمكن في النقطه دي انا هوندي يعني يمكن اعتقد ان محدش ذكر هذا الامر، لعيبه المنتخب طبعا بالنسبه للنادي الاهلي احنا عارفين خلاص في معسكر الامارات، لكن الحقيقه علي معلول تحديدا هيسافر اليابان، عنده مباراه في اليابان، عودته فيها مشكله في الساعه البيولوجيه، ايضا كمان ان هو يقدر يأقلم نفسه في عدد سفر اعتقد ان هي الاطول في تاريخ علي معلول، ان هو يطلع من اليابان الى سيمبا التنزاني امر صعب جدا محتاج تاهيل نفسي طبعا. صحيح. شايفه الامر ده ازاي بالنسبه للود الكبير اللي في البدايه مش على لعيبه المنتخب بس، لا ده على لعيبه المحترفين. بص هو ان احنا نسال دلوقتي شايفه الموضوع ده زي الموضوع ده يعني للاسف الشديد هو مستمر موسم عن موسم بنتكلم فيه في نفس الازمه، وحتى لما بنطرح الموضوع ده على ضيوفنا يا كريم بتلاقي نفس الاجابات، يعني كله بيامل، كله عندنا امل، عندنا يعني رغبه، بنتمنى، كلها يعني امنيات ودعاوي لايجاد حل، لكن هل على ارض الواقع ده ممكن ان هو يحصل؟ بالعكس انت عندك بطوله زايده كمان هذا الموسم طبعا. بالنسبه للنادي الاهلي فالفكره ان الضغوطات لا تقل انما بتزيد، فطبعا مش هنقدر ان احنا نقول يعني لعيبه الاهلي محظوظه بالانتصارات اللي بتحققها فقط، طبعا هي محظوظه واي حد يتمنى ان هو يوصل لهذا المستوى، لكن على الصعيد الثاني برضو ليها ثمن، فنتمنى كل التوفيق. واحنا الى حد ما نقدر نقول حتى وان دخلنا الموسم ده كريم مضغوطين ويمكن كمان بطوله زادت، لكن الوضع مختلف شويه لما تتكلم عن جهاز فني اولا بقياده مارسيل كولر، هذا الرجل اللي عنده القوه بجد ان هو يطلع افضل ما عند اللاعب حتى وان كان المستوى او حتى الثقه يعني اختلفت في موسم او ماتشين او ثلاثه، بيرجع تاني اللاعب لافضل حالاته. فكره ان انت يبقى عندك سكواد رائع جدا وكامل جدا ومتكامل رغم اي غيابات اساسيه انت كنت معتمد عليها في مواسم وسنوات ماضيه، انت لا تشعر ابدا بغياب اي لاعب حاليا. فكره كمان مدرب الاحمال الاكثر من رائع اللي ليه يعني
لازم نديه كريدت كبير جدا ان هو بيحافظ على لياقه اللعيبه. شفنا المشاهد اللي هي تلاقي اللاعب ممكن يبقى مجهد شويه، مش في افضل حالاته على مدار ال 90 دقيقه او 90 بلس، لكن اعتقد الموسم اللي فات وهذا الموسم ما شفناش ده بشكل كبير جدا. فانا متوقعه وان كان يعني الجدول هو هو وبالعكس كمان زاد، لا انا اعتقد هيكون في فارق مع النادي الاهلي. على كل حال بما ان احنا ذكرنا برضو مارسيل كولر، خليني اقول لحضراتكم وده اللي احنا كلنا متاكدين منه، ان مستر مارسيل كولر هو اكيد حاطط في اعتباره المنافسه كمان على البطولات بشكل مستمر. واكيد احنا برضو عارفين كجماهير طبيعه جمهورنا ان هو عارف ان هي مش بترضى غير بالمركز الاول، خش ماتش وبعدين قول لي انا في البطوله دي مركز تاني مش هيفرق معايا خالص، يعني انا عايز مركز اول، انا عايز اشوف لعب حلو ونتيجه جيده. وده يمكن برضو مش غريب ولا جديد على النادي الاهلي، ولا مثلا الجيل من الحالي من المشجعين هو اللي بيطلب ده، لا ابدا، احنا على مدار الاجيال الطويله جدا هو ده جيل يعني بيورث الفكر وهكذا وهكذا، عمالين نتوارث هذا الامر. فاتمنى ان احنا نستغل كمان الدفعه المعنويه الكبيره اللي عندنا واللي حصلت في الفتره طبعا اللي فاتت من التاهل لدوري، هنا بتكلم تحديدا المجموعات بدوري ابطال طبعا افريقيا، بعد الفوز كان بمجموع المباراتين على سان جورج الاثيوبي والنتيجه كانت اكثر من رائعه. واللي برضو يجي هنا يقول لك يا جماعه ما هي مباراه سهله يا ذهاب واياب، انت بتتكلم برضو عن سان جورج وفارق كبير وما فيش لعيبه، ده حتى عضو مجلس الاداره في سان جورج لما طلع بعد كده قال لك ما احنا عارفين احنا لا يمكن نفوز على النادي الاهلي وغيره، فيعني مش دي الحاجه تعول عليها. لا مش حاجه اسمها كده، مش حاجه اسمها كده، انديه كبيره جدا بتخسر من انديه لا تقارن بها على المستوى الفني ولا الترتيب او غيره، ملهاش علاقه. انا شفت اللعيبه بتاعتي بتلعب لعب حلو، هو ده اللي يهمني، عايزين نكمل نفس الاداء ونفس الروح دي ان شاء الله الموجوده في بطولتي الكاس والدوري، لان بعد كمان ماتش امبي هيكون عندنا في الدوري مباراه الاسماعيلي، وانا اعتقد هتبقى مباراه برده قويه. حتى وانت بتتكلم او حتى ان كنا بنتكلم ان الاسماعيلي طبعا مستواه في الفتره الاخيره ليست الافضل، مش ده الاسماعيلي اللي احنا نعرفه، بس برضه ممكن يكون في مفاجآت، ممكن يكون في خطط مختلفه تماما، زي ما قلنا ممكن يكون في روح مختلفه يعني اللعيبه نازله بيها تنافس النادي الاهلي. فاكيد اكيد ما فيش مباراه سهله ومباراه صعبه، كله تحديات كبيره جدا وكلها منافسات، اعتقد يعني ان شاء الله تحسب لصالح النادي الاهلي ان احنا عندنا من الجاهزيه كمان ما يمكننا من ده يا كريم باذن الله. ويمكن كمان انضباط اللاعبين خارج الملعب دي نقطه مهمه جدا، النجاح عارفين طبعا بالنسبه للقياده الفنيه المستر كولر الجهاز الفني، لكن الحقيقه اما بتشوف التلاحم الكبير في المباريات وانضباط اللاعبين خارج الملعب دي نقطه مهمه جدا، لان احنا بنشوف امثله كثيره الحقيقه، يعني اما بتخش النادي الاهلي وما بتخش نواند النادي الاهلي بيكون في انضباط كبير جدا، اوضه اللبس دي يعني هي السر النجاح الكبير للنادي الاهلي، اللعيبه اللي بتكون وافده عليك وبيستقبلها اللاعبين الكبار بتشوف الاختلاف عن اي نادي ثاني. عشان كده ان شاء الله بنامل وبنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مشواره، سواء مباراه انبي ومن بعدها مباراه الاسماعيلي، يا رب ان شاء الله باذن الله كل التوفيق لنادينا الحبيب النادي الاهلي. من كره القدم الى كره اليد طبعا نقدر نروح بقى لكره اليد السيدات، النادي الاهلي الحقيقه قدر ان هو يفوز امس على نظيره نازيكو الكاميروني بنتيجه 33-31 في ثاني مواجهات البطوله الافريقيه للانديه اللي بتستضيفها الكونغو برازافيل. قرب طبعا النتيجه يدل على حماس المباراه وجديتها الكبيره، يمكن بعدنا شويه عن السكور قدرنا ان احنا نرجع ثاني، يعني طبعا بالقياده المميزه جدا الحقيقه للكابتن محمد عادل زولا المدير الفني لسيدات كره اليد، طفره مميزه جدا في التدريب وفي الاداء، بنتمنى ان شاء الله كل التوفيق ليهم. يمكن دي تاني مباراه ليهم قدروا ان هم يفوزوا على المباراه الاولى على فريق جرين دي سيل الكونغولي بنتيجه 25-16، والنهارده هي المباراه الاصعب بقى للسيدات، لان النهارده يمكن هيلعبوا بريميرو دي اجوستو طبعا الانجولي، يمكن ده واحد من اهم الفرق طبعا ويمكن المنافس الرئيسي وعلى طول بياخد البطوله، لكن ان شاء الله باذن الله بقيمه النادي الاهلي وبالروح المعتاده وبالامور اللي احنا عارفينها عن كل النادي الاهلي في كل المباريات ان شاء الله باذن الله نقدر نتخطى هذه المباراه القويه والهامه جدا. ايضا كمان في المباراه حصلت فيفالدا طبعا دا سيلفا لعيبه يد للنادي الاهلي على جائزه افضل لعيبه في المباراه، مجهود كبير بيبذل من سيدات كره اليد من النادي الاهلي، ينقصنا ان شاء الله التوفيق النهارده في هذه المباراه، ويا رب نعود ان شاء الله باذن الله يكون يوم سعيد لكره اليد النادي الاهلي. بص خلينا بس نقول حاجه واعتقد انت هتتفق معايا فيها، احنا خارجين من موسم اكثر من رائع سواء على مستوى كره القدم او على مستوى الالعاب الاخرى والعاب الصالات، فده بيبقى تحدي اكبر، ده بيبقى تشالنج اكبر، ان الجماهير بتبقى
منتظر منك مش بس الجماهير، كمان الفرق المنافسه عينيها عليك، عايزه تشوف انت نفس الاداء داخل بيه الموسم الجديد هتحافظ على نفس المستوى ولا هتقل ولا كمان ممكن تحقق افضل. واللعيبه نفسهم بيبقوا كلهم نفسهم يا يحافظوا على الاقل على المستوى يا يحققوا اكتر، لكن فكره ان انا اخش بطوله ومستواي ينزل او ان انا اخسر بطولات عن اللي انا حققتها طبعا ده غير مقبول تماما طبعا. واكيد كل يعني الابطال بتوعنا عارفين هذا الكلام، فعشان كده هو موسم صعب على كل الرياضات، خليني اقول في النادي الاهلي تحديدا. هكمل بقى وهاخد من كلامك من كره اليد، خلينا نروح كمان لتنافس اكبر كمان وتشالنج تاني بس هنا تحديدا لفريق رجال سله الاهلي برضو على نظيره، هو فاز فريق دجله الجامعه العراقي، كان فوز رائع جدا، كانت نتيجه 92-77 في اولى مباريات البطوله العربيه طبعا لكره السله، ناس كثيره جدا بتتابعها. كرة السلة مؤخرا كمان نالت يعني اهتمام جموع كبيرة جدا من المتابعين، لأن كمان بقت تقدم متعة، الأول يمكن ما كانش فيه المتعة في كرة السلة، لكن دلوقتي بتلاقي فعلا متعة، بتلاقي محترفين، بتلاقي لعبة حلو فعلا، لا يعني ممكن أنت شوية طبعا مش هنقول يقارن به في أمريكا وغيره، لكن فعلا في مستويات برضو قوية جدا عندنا. البطولة دي بتقام مفروض في قطر حتى يوم 12 أكتوبر طبعا الجاري، وهيشارك في البطولة من مصر تحديدا أولا فريق النادي الاهلي والاتحاد السكندري، كنت توفيق ليهم طبعا. هيبدا الاتحاد السكندري كمان مبارياته في البطوله النهارده باذن الله، هيواجهوا اتحاد الجزائر، وده برده خلينا نقول فريق مش سهل، يعني برده لازم نحط في اعتبارنا ايه الفرق اللي ممكن يبقى فيها فرصه وممكن يبقى فيها تحدي اكبر. اعتقد الاتحاد الجزائري لا هيكون او هتكون مباراه قويه جدا، بس على كل حال انا عايزه بس اعلق على نقطه ان الفريق برده بقياده، لازم ندي هنا برده يعني او نقول شكرا لجوستي بوش على كل اللي قدمه سواء الموسم اللي فات او كمان فكره هنا الدعم المعنوي، بنتكلم فنيا او الدعم المعنوي كمان اللي هو بيقدمه، لان عارف لما مدير فني يا كريم عندك الجميع بيجتمع على اولا حبه، دي نقطه مش بتبقى سهله ابدا، تاني حاجه فنيا هو فعلا راجل عمل طفره كبيره في الاداء، وده واضح من النتائج بقى مش احنا اللي بنقول، النتائج هي اللي بتتكلم عن نفسها، فهو قدر يجمع بين الحاجتين، حب الناس ليه، حب الجميع مهير لي، وفي نفس الوقت كمان الاداء المختلف، لان هو فعلا قدم نوع مختلف فنيا في كره السله تحديدا، يعني عندك طابع مختلف بيبقى فيه قوه تنافسيه غير طبيعيه غير مسبوقه، فهو مدرب فعلا قدر يطلع كل امكانيات اللعيبه بجانب كمان الصفقات الجديده، خلى عندنا طموح كجماهير ان اي بطوله بنشارك فيها لا احنا عايزين اللقب بتاعها، وده تحديدا اللي بتكلم عنه اللي حصل الموسم اللي فات لما حصدنا هنا كل البطولات باستثناء بس كان كاس السوبر، وحضراتكم عارفين يعني المباراه اللي هي الغيت طبعا بسبب حدث الجماهير وفاه احد المشجعين، واعتقد كانت وقتها لمسه محترمه جداً من جداً النادي جداً الاهلي بشكل كبير، وده اللي كان متوقع بالمناسبه، هو اهدى يعني في اعاده اللقاء كاس السوبر يعني للاتحاد، واعتقد برضو كانت حاجه لابد ان هي تحصل، فيعني اداء اكثر من رائع، فاتمنى ان احنا نبني عليه طبعا الموسم الجديد، لكن طبعا هيبقى فيه تحديات طبعا مختلفه يعني. بالتاكيد طبعا يعني اكيد هنروح بقى الموضوع اهم شويه بقى وموضوع مهم جدا الحقيقه يشغل اكيد كل بقى الشارع الرياضي بشكل كبير جدا طبعا، وهو ان الاتحاد الكره بدا يتحرك ويجري اتصالاته بشكل مكثف جدا مع الاربع منتخبات جيبوتي سيراليون بوركينا فاسو واثيوبيا لاستضافه مبارياتهم امام منتخب مصر في تصفيات كاس العالم ذهابا وايابا. نقطه مهمه جدا لان طبعا احنا لامسين الامر ده مع النادي الاهلي في البطوله الافريقيه، يمكن سان جورج لعب هنا في القاهره لان الملاعب عنده لا تصلح، فبالتاكيد منتخب اثيوبيا نفس هذا الامر، فيمكن الاتحاد المصري لكره القدم يعني في تكثيف كبير جدا للمجهودات عشان يستقبل الاربع فرق، مجهود صعب جدا، انت كمان مستني رد الفعل، هل ممكن توافق، هل من الاربع منتخبات مين اللي هيوافق، لان ده امر مكلف اكيد بالتاكيد، لكن هيريح منتخبنا بشكل كبير من عدد ساعات سفر طويله جدا. كل الامور دي الحقيقه بتكون يعني في مصلحه الجهاز الفني، الجهاز الفني عايز يوفر بشكل كبير راحه لكل الجهاز الفني وكل اللاعبين، لكن السفر هيكون مهم جدا. بنامل ان شاء الله يكون في حل لهذا الامر، في حل بشكل كبير جدا وسريع، لان لو ما فيش حلول لازم لابد يكون في خطه وخطه بديله، لان ممكن تلاقي بعض المنتخبات بتلعبك في بلاد تانية، وده امر صعب جدا الحقيقه. يمكن زي ما احنا عارفين وبنذكر كل الساده المشاهدين بمجموعتنا اللي بتضم بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون واثيوبيا وجيبوتي، بنذكركم طبعا ان شاء الله، لكن كل الامور دي الحقيقه لابد ان احنا يعني نتعمق فيها بشكل كبير، لابد ان احنا ناكد عليها بشكل كبير جدا من الناقد الرياضي طبعا من خلال المكالمه التليفونيه الاستاذ حاتم رضا اللي بنرحب بيه في البدايه، بنقول له صباح الفل عليك، وحابين نطمن منك طبعا في البدايه عن اخر المستجدات في هذا الامر، ملف صعب جدا لكن كلنا طبعا مستمعين ليك يا محمد.
يا استاذ حاتم حضرتك سمعنا؟ انا مش سامع حاجه خالص. استاذ حاتم، طيب واضح ان الاتصال اتقطع طبعا، لكن بالتاكيد ان شاء الله يكون مستمرا طبعا معانا باقي الفقرات. بالتاكيد طبعا زي ما احنا عارفين ان شاء الله باذن الله، زي ما بنقول الفتره اللي جايه فتره مهمه جدا، فتره صعبه جدا على الجميع، لكن يا رب ان شاء الله باذن الله بنتمنى كل التوفيق للجميع. نطلع فاصل ونرجع تاني، ابقوا معنا. الاحتفال عموما في العالم كله بيوم القلب العالمي، احنا استغلينا الفرصه دي بالاشتراك مع الجمعيه المصريه الافريقيه لابحاث القلب ولابحاث وامراض القلب، ان احنا نعمل نواه لندوات مستقبليه ان شاء الله بيبقى فيها معلومات واثراء للفكر الطبي عموما عند اعضاء النادي. كان في ورشه عمل اتعملت لبعض اللي بيعملوا بالمنظومة الطبية في النادي، يتمرنوا على الإسعاف القلب السريع لو قدر الله حد حصل له أي حاجة مفاجأة. كان في تدريب لبعض برضو أعضاء الفرق الرياضية الناحية الطبية يعني. كان في كشف على الأعضاء ورسم قلب ليهم وتحاليل للي راغب من أعضاء النادي. احنا النهاردة كأعضاء في الجمعية المصرية الأفريقية لأبحاث القلب كنا عاملين awareness session عن قلب الرياضيين وتغذية الرياضيين بالتعاون مع الجمعية والنادي الأهلي، فكان يوم هايل جدا، لأنه احنا بيهمنا زي ما ذكرنا في الندوة احنا بنتكلم ان الناس تبقى عارفة الرياضيين ازاي يعملوا lifestyle صحيح، يأكلوا ولادهم، ده عشان تخصصي يعني تغذية الرياضيين، ازاي ولادهم يأكلوهم بشكل صحيح، ازاي حتى نتجنب الأمراض والرياضي يقدر يجيب أحسن outcome يقدر يعملها. اليوم النهاردة كان يوم جميل قوي، لأن النادي الأهلي بالنسبة لي هو رمز الصمود والتحدي ورمز النجاح في بلدي. ابتدى اليوم النهاردة بتدريب على إنعاش القلب الرئوي، كان تدريب لأعضاء الفرق الطبية بفروع النادي المتعددة ما بين الأطباء والأطباء النهاردة الفرق الرياضية، أطباء العظام وأطباء العلاج الطبيعي، عقبوا تدريب لأعضاء النادي. في نفس الوقت كان بالتدريب كان عندنا كشف طبي لأمراض القلب في النادي، ثم أعقبوا الساعة 4 عملنا ندوة مع أعضاء النادي، وكانت المفاجأة بالنسبة لنا الجميلة النهاردة رغم ظروف الماتش الكورة وكده، التواجد والحضور والأسئلة القيمة من أعضاء النادي. فطبعا النادي الأهلي هو رمز بالنسبة لنا، رمز النجاح وكل حاجة حلوة في بلدنا يعني النادي الأهلي. عملنا النهاردة كان يوم فعلا awareness program حقيقي على الأرض. الندوة كانت تكملة لهذا اليوم الطويل المفعم الثري بهذه التفاصيل. وحقيقة أنا بشكر مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب، وبشكر الأستاذ الدكتور محمد شوقي والعميد أحمد النحاس النهاردة مدير فرع التجمع لاستضافتهم لهذا اليوم، وأن هو يخرج بهذا الشكل الذي يليق بكيان كبير قوي زي النادي الأهلي ويليق بجمعية علمية دولية الجمعية المصرية الأفريقية لأبحاث وأمراض القلب. الفكرة كلها نبعت من أن احنا كان لنا دور مجتمعي بجانب دورنا كأطباء قلب، أن احنا لازم ننشر فكرة الوعي، فكرة الوقاية خير من العلاج زي ما بيقولوا، فلازم الأعضاء يكونوا عارفين كويس أن هم ازاي هيتجنبوا ده، وناخد النادي الأهلي كنواة بعد كده لأندية مصر. النادي الأهلي بالنسبة لنا هو قدوة، يمكن انا من وانا صغير اهلاوي، فانا حابب ان انا اكون هنا في النادي الاهلي عشان نبدا من هنا نوعي الناس. فهي دي بس كانت البدايه، بعد كده بقى بدانا طول اليوم نكشف على الاعضاء، بعد كده عملنا ندوه توعيه. ندوه زي ما حضرتك شفتي بقى كان الحضور جم، قدرنا نفيدهم قدر الامكان، وانا شفت ان الاعضاء الحمد لله كانوا مبسوطين جدا، ونتمنى باقي الانديه بقى يكون النادي الاهلي قدوه بالنسبه لها، بحيث ان احنا ان شاء الله نقدر ننتشر في كل انديه مصر عشان باذن الله نقدر نوعي الناس قدر الامكان. انا سعيد ان انا كطبيب قلب موجود في يوم القلب العالمي في نادي القرن النادي الاهلي، اللي هو يعني بنقدم خدمه مجتمعيه وخدمه توعيه لامراض لكل كافه المجتمع لامراض القلب وناحيه القلب الرياضي.
الحقيقه مجهود كبير جدا جدا. الواحد بيبقى سعيد لما بيشوف هذه التقارير، لان المجهودات الكبيره اللي بتبذل في نادي الاهلي النهارده الحقيقه مجهودات عظيمه على المستوى الاداري، الاداره التنفيذيه، اللجان، امور عديده جدا. اما بتشوفي كده وبتشوفي السعاده دي على وجوه الناس بتشوفيها ازاي؟ انا بحب جدا فكره ان النادي الاهلي بيبقى حريص باللجان كمان المختلفه انه يقدم كل حاجه ليها علاقه بالحياه، يعني بتتكلم في فن، بتتكلم في تعليم، بتتكلم في ثقافه، بتتكلم في صحه، بتتكلم في كل حاجه النادي الاهلي بيقدمها للجماهير، ومش بس للجماهير، اعتقد للجموع. الملف اللي احنا تحديدا دلوقتي شفنا التقرير كمان بشانه وهو فكره امراض القلب يا كريم، لا ده ملف في غايه الاهميه، لان كمان مؤخرا كان للاسف الشديد دراسات معموله ان نسب الوفاه بسبب امراض القلب ابتدت تبقى في الشباب بنسبه كبيره جدا. فالموضوع بقى يعني مهم، والموضوع بقى خطير، ولو احنا ما خدناش بالنا من دلوقتي وبقاش في توعيه كمان وثقافه عند المجتمع هيبقى لها اثار للاسف الشديد او لا قدر الله مش طيبه ابدا في المستقبل. فنتمنى يكون في وعي اكتر من كده. طبعا نادي الاهلي من خلال اللجان والندوات المختلفه بتحاول ان هو يقدم كل اللي يقدر عليه يعني من ثقافه وغيره وتوعيه، لكن لازم نبقى عارفين. وخلي بالك بقى من التقرير كمان اللي قريته، الحزن والزعل والتوتر الحاجات دي كلها مؤخرا مع التكنولوجيا ومع الزمن الحديث اللي احنا فيه اصبحت واحده من اهم اسباب اصلا امراض القلب وللاسف الشديد اللي بتصيب دلوقتي الشباب بنسبه كبيره. فلا ملف في غايه الاهميه. انا سعيده ان احنا نكون بنعرض حاجه زي كده طبعا في النادي الاهلي، فهو دايما سباق طبعا، وده مش جديد، ده حقيقي بالتاكيد. يمكن الخبر اللي نقوله ده الحقيقه يعني بيسعدنا بشكل كبير جدا، لان رجال منتخبنا الوطني للكره الطائره فازوا فوز مهم جدا على المنتخب الياباني صاحب الارض وصاحب البصمه الكبيره جدا في الكره الطائره بنتيجه 3-2. لكن لو بنتكلم انا هوندا يمكن هقول حاجه سريعه، اما بتشوفي الارقام الشوط الاول 25-14، الشوط الثاني 25-10، ان انت ترجعي بعد كده وتوصلي لنتيجه 3-2 ده مجهود كبير، لان نفسيا بتكون صعبه جدا جدا جدا. هي طبعا مباراه في التصفيات المؤهله للاولمبياد طبعا باريس 2024 في ريمونتادا تاريخيه الحقيقه، ويمكن كل الناس اكدت على كده. احنا طبعا عندنا عدد من لاعبي النادي الاهلي في منتخبنا الوطني قدروا ان هم طبعا يحققوا طفره كبيره جدا في الاداء المميز جدا في ظل طبعا جمهور وصاحب الارض والهتاف والحماس الكبير جدا. فيمكن ان شاء الله باذن الله بنتمنى، يمكن لو بنذكر طبعا يعني منتخب مصر فاز مؤخرا بالبطوله الافريقيه التي اقيمت في مصر طبعا، يعني هي المباراه الثالثه بالنسبه له هتكون امام صربيا، ودي مباراه صعبه جدا. المباراه بكره ان شاء الله باذن الله، سلوفينيا هتكون يوم 4 اكتوبر، تونس هتكون يوم 6 اكتوبر، وايضا كمان يوم 7 تركيا ويوم 8 فنلندا. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني باذن الله، ان شاء الله نقدر ان احنا نحسم التاهل لاولمبياد باريس بالجديه الكبيره جدا جدا وبكل الكفاءه وبكل الامكانيات اللي طبعا معانا ان شاء الله باذن الله في هذه البطوله. طبعا النقطه اللي انت اتكلمت فيها تحديدا هي ريمونتادا دي اكتر حاجه اسعدت الجماهير طبعًا. بالمناسبه، لان انت لما تتفرج على ماتش بعدين تلاقي انك الشوط الاول بتخسر، بعد الشوط الثاني بتخسر وبفارق كمان في البوينتس كبير جدا، وبعدين قدرت ان انت تعمل كامباك اكثر من رائع. ده بقى ودي المتعه الحقيقيه اللي احنا شفناها، واحنا كجماهير طبعا لهذا المنتخب المحترم قدرنا ان هو او النقطه اللي اسعدتنا، فهي دي الفكره كلها. فواضح ان لا يعني في حاجات كتيره ان شاء الله للرياضة المصرية هيبقى ليها بصمة كبيرة في السنوات كمان اللي جاية. كمان حاجة حلوة جدا وحاجة إيجابية عجبتني أنا على المستوى الشخصي، كمان نتكلم عن منتخب مصر هنا للصم تحديدا اللي عامل فعلا يتقال عليها عظمة في كاس العالم في ماليزيا، واللي بتستضيف البطولة طبعا خلال الفترة من 23 سبتمبر وكلمنا عنها قبل كده، و7 أكتوبر المقبل بإذن الله بمشاركة هنا 19 منتخب، 19 منتخب قوي. امبارح منتخبنا قدم فعلا يطلق عليها ملحمة كبيرة جدا، تخطى كمان يعني عقبة كانت البعض يقول لك لا يمكن يعدي المنتخب الألماني، لا هو عدى المنتخب الألماني وتأهل للدور نصف النهائي بضربات الترجيح 4-3، في إنجاز فعلا يعني هقول مش بس كان مفاجأة، بس هو فعلا كان مفاجأة وكان غير متوقع. يعني عايزة بس أفكر كمان حضراتكم عشان الناس اللي دلوقتي بتتابعنا لأول مرة ما تعرفش يعني سير الأبطال بتوعنا دول إزاي، أنا عايزة أفكركم بالمشوار بتاعهم أولا أو مشوار منتخب بالتأهل تحديدا.
تحديدا، هما تأهلوا لدور ربع النهائي بعد ما فازوا على منتخب غانا كانت نتيجة 9-0 في دور ال 16، يعني سكور أكثر من رائع. وبعد كده فازوا على المنتخب أو منتخب أمريكا بنتيجة 3-2، حققوا مكسب كان غالي جدا في مرحلة المجموعات على ألمانيا مؤخرا بنتيجة 3-1. فنقدر نقول بجد كل التوفيق لمنتخب مصر للسم، إن شاء الله كمان يتخطوا ويعملوا إنجاز الوصول لدور نصف النهائي ونكون طرف في المباراة بإذن الله النهائية. يعني بجد ناس محترمة جدا جدا وناس بتتعلم منهم بجد يا كريم، دايما أنا بقول هم ملهمين بشكل كبير. بالتأكيد طبعا، يعني زي ما بتقول نهاوند البصمة بتكون مهمة جدا، وهي دي الحقيقة اللي بتسعدنا وبتسعد الشعب المصري وبتسعد كل جمهورنا العظيم أكيد اللي بيتابع السم، لأن دي الحقيقة بتلمسنا بشكل كبير جدا يا نهاوند. ويمكن كمان لو بنطمن طبعا وبنتكلم هيكون معانا طبعا في هذه اللحظات طبعا كابتن فؤاد عبد الحميد المدرب الخاص طبعا بفريق السم أو منتخب السم اللي بنرحب بيه في البداية، وبنقوله طبعا يعني مجهود كبير جدا بيبذل لإسعاد الشعب المصري وإسعاد طبعا كل من ملم بهذه اللعبه. يعني برحب بيك في البدايه وبنهنيكم على الاداء المميز جدا ده. رحب حضراتكم ومتشكرين جدا، مش جديد علينا قناه الاهلي دايما بتدعمنا واستضافتنا على طول بعد كل بطوله قبل كل بطوله، فده يعني بشكركم جدا جدا يعني. اولا يعني انا وكريم عايزين نبارك لحضرتك كابتن فؤاد، لان يعني من غير مجاملة خليني أبقى صريحة بجد اللي بيحصل ده شيء محترم جدا، لأن هو في تحدي وفي إصرار وفي صعوبات في كواليس احنا ما يمكن ما نعرفهاش، بس أكيد المشوار ما كانش سهل، مشوار المنتخب. إيه الصعوبات اللي واجهتوها بمنتهى الصراحة كابتن فؤاد، وإيه الدعم اللي لقيتوه، وإيه الحاجات اللي ناقصة علشان نقدر كمان دلوقتي لو في أي حد من المسؤولين بيسمع نوصل الصوت كمان صوت حضراتكم ليه؟ اتفضل يا كابتن. الحمد لله رب العالمين، اللجنة كانت موفرة لنا معسكر، موفرة لنا كل حاجة. الصعوبات اللي قابلتنا بس إن البطولة بنلعب ماتش يوم بعد يوم. طبعا لعبنا لغاية دلوقتي 5 مباريات، ففي دور المجموعات الحمد لله قدرنا نكسب أول ماتش 3-1 على ألمانيا، وبعد الماتش الثاني 3-2 على أمريكا، والماتش الثالث على منتخب ماليزيا صاحب الارض وجمهور 1-0، وقدرنا نصعد دور ال 16، لعبنا غانا وكسبناه بنتيجه 9-0، ولعبنا في دور الثمانيه مع المانيا وكسبناه الحمد لله بضربات الترجيح، لان فرقه المانيا من الفرق المرشحه للبطوله معانا. بالظبط، الماتش كان نتيجته غير متوقعه شويه، الناس كانت قبلها بتقول لا انت حتى لو عديت امريكا ما تقدرش تعدي المانيا، يعني كان في كلام على ده، لكن وصلنا ضربات الترجيح طبعا وده ما فيهوش مشكله، بس المهم ان احنا فزنا في النهايه. فبرضه دي كانت مفاجاه، يعني كلمنا عن المباراه دي تحديدا برضه يا كابتن فؤاد. لا هو على فكره احنا يعني قابلنا المانيا كذا مره في يعني في كاس العالم 2012 كانت هي الحاصلة على البطوله، وقابلناها في دور الثمانيه وكسبناها 2-1، فالحمد لله احنا دايما يعني ايه يعني بنكسب المانيا وبنتعادل معاها، فالحمد لله رب العالمين. بالنسبه للماتش ده كان صعب جدا، لان هو طبعا غير بيختلف دور المجموعات غير لما تلعب دور الثمانيه، فكيبقى كل فرقه بتبقى مامنه دفاعيا شويه مع الحاجات دي، فوصلنا للنتيجه اللي هي الاكسترا تايم وضربات ترجيح، وربنا كرمنا بحارس المرمى كان متالق جدا، احنا اللي هو كابتن سعيد مكاوي كان بدلناه على اساس هو متميز في ضربات الترجيح، والحمد لله كان أدي المسؤولية وقدرنا نكسب الحمد لله. النقطة المهمة جدا ونهاوند هي التأهيل النفسي، لأن احنا دي نقطة إيجابية طبعا، الشغل الفني أكيد متروك ليكم، لكن التهيئة النفسية لأن أنت واصل للنصف النهائي بتكون مهمة جدا، شغالين على الأمر ده إزاي يا كابتن فؤاد؟ الحمد لله رب العالمين، احنا يعني كل بطولة طبعا هدفنا واحد إن احنا نحقق البطولة، يعني دايما ما بنبصش لماديات، بنبص إن احنا بنحاول نضر منتخبنا. وطبعا معنا رئيس بعثة ما شاء الله عليه الإعلام القدير الأستاذ محمد يحيى، فده موفر لنا مسيطنا بمعنى أصح على مستوى الإعلام، فالحمد لله رب العالمين. يعني كلنا هدفنا واحد إن احنا نسعد الشعب المصري ونحاول نحقق له حاجة. جزيل الشكر ليك طبعا كابتن فؤاد، بنشكرك وبنحييك، ويا رب إن شاء الله موفقين بإذن الله وتقدروا تسعدوا كل الشعب المصري بمشيئة الله.
كلام جميل وكلام الواحد بيفرح ان هو او اخبار من الاخبار اللي تبقى مفرحه بصراحه ان احنا نتكلم عنها، ومش بس على صعيد يعني المنتخب ده تحديد، لا مش السم يعني، حتى يعني البارالمبيين ابطالنا البارالمبيين في العموم يعني كريم، لا بيقدموا نماذج محترمه وبيقدموا بجد تضحيات كبيره يعني جدا الحقيقه كمان. طبعا هم اصلا حياتهم يعني زي ما بتقال حياتهم مش سهلة، يعني ممكن كلنا يبقى عندنا مشاكل، بس هو مش عنده مشاكل زي المشاكل بتاعتنا، المشاكل اللي عنده من نوع تاني تماما، فهي صعبة، فأوريدي في تحدي هو يعني أضعاف أضعاف أي حد طبيعي، فتيجي بعد كده تلاقي إن الراجل ده أو البطل ده أو البطلة دي لا ما فيش يعني ما فيش زي ما بتقال حاجة بتعرقل مسيرة الحياة، لأن الحياة ما بتتوقفش عند حاجة، ودي النقطة اللي شفنا فيها فارق كمان في العشر سنوات يمكن اللي فاتت، بتلاقي إن لا الناس دي حتى وهي بتتكلم قالت لك انا دلوقتي اصبحت او اشعر ان انا ليا مكان في المجتمع، زمان ما كانش فيه الكلام ده خالص، زمان كان فيه تنمر، وكان في المدارس حتى ايامنا لو انت فاكر كانوا ما فيش ثقافه ازاي نتعامل اصلا، كانوا بيعلمونا ازاي او بيعلموا معظم التلاميذ الا لو انت بيتك بقى هو اللي معلمك ده ازاي تتعامل مع الاشخاص دي، والاشخاص دي ليها اشخاص على فكره طبيعيه مفروض في المجتمع زيها زيك، بس ليها يعني زي ما بيتقال ظروف خاصه، فلا طبعا لما اخذوا فرصه وهي فرصه مستحقه قدروا ان هم يحققوا حاجات يمكن احنا ما حققناهاش اصلا لما تيجي تقارن الاولمبياد بالبارالمبيكس يعني، فكل التوفيق ليهم طبعا حاجه اسعدتنا كلنا على المستوى الشخصي كمان. بجد التحيه لحضراتكم من جديد، وبالتاكيد بقى يعني لابد ان احنا نكون بقى على قرب شويه من حاله الطقس كالعاده. طبعا دكتوره منار غانم عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه، صباح الفل لحضرتك، بصبح عليك انا ونهاوند، وعايزين نطمن يعني الموجه الحاره انكسارها امتى، هيكون الجو مظبوط، الشبوره، كل الامور دي حابين نطمن عليها من حضرتك، اتفضلي يا فندم. صباح الخير على حضرتك استاذ كريم واستاذ نهاوند وكل الساده المشاهدين. يمكن احنا بدانا بالامس تبدا درجات الحراره تنخفض بمعدل 3 إلى 4 درجات، لان احنا بيأثر علينا امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ده بيعمل على وجود السحب المنخفضه والمتوسطه اللي بتحجب اشعه الشمس على مدار اليوم، فبالتالي بتساعد على انخفاض درجات الحراره. بالامس سجلنا عظمى على القاهره الكبرى كانت 30 درجه مئويه، وعلى مدار هذا الاسبوع هيستمر درجات الحراره حول المعدلات ما بين 30 و31 درجه مئويه، فطبعا انخفاض في درجات الحراره عن الاسبوع الماضي. احساسنا بالطقس فتره النهار هنقدر نوصفه ان هو طقس خريفي مائل للحراره على القاهره الكبرى والوجه البحري، محافظات شمال الصعيد معتدل تماما على السواحل الشماليه، المحافظات المطله على البحر المتوسط ما بين حار لشديد الحراره على محافظات جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ده بيكون فترات النهار وتحديدا فتره الظهيره، فترات الليل مع غياب اشعه الشمس درجات الحراره تنخفض بشكل كبير وملحوظ في ساعات الليل المتاخر فترات الصباح الباكر، الصغرى فتره الليل ما بين 23 و22 درجه مئويه على المناطق الشماليه، فبالتالي مزيد من الاحساس بانخفاض درجات الحراره فتره الليل والاجواء اللطيفه تماما في معظم محافظات الجمهوريه، بالاضافه كمان فرص الامطار او سقوط الامطار موجود معانا على مدار هذا الاسبوع باختلاف المحافظات وباختلاف المناطق، يمكن اليوم موجود في معظم محافظات الجمهوريه فرص سقوط الامطار الخفيفه على بعض الاماكن من السواحل الشماليه الوجه البحري، مناطق من القاهره الكبرى شمال الصعيد مدن القناه بعض المناطق من سيناء، لكن في مجملها كلها امطار خفيفه مش هتاثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه، يمكن مع غدا كميه الامطار تزيد على المناطق الساحليه تكون خفيفه متوسطه لكن ايضا مش مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه، فبالتالي الاسبوع ده يعني هو اسبوع اجواء خريفه بامتياز معظم محافظات الجمهوريه، الظواهر الجويه جماعها مش مؤثره على اي اعمال انشطه يوميه، حتى كمان الشبوره المائيه اللي كانت بتاثر معانا بشكل كثيف خلال الايام الماضيه بدات كثافتها تقل بشكل كبير، لان احنا بيأثر علينا زي ما قلنا في الاول منخفض جوي، فالشبوره المائيه خفيفه مش هتاثر تماما على حركه المرور، بس احنا بننصح كل الساده المواطنين مهم جدا ناخد بالنا تدريجيا لما نبدا نحس بالبروده وفرق درجات الحراره بين النهار والليل والبروده فخاصه فتره الصباح الباكر او ساعات الليل المتاخر، نبدا ناخد بالنا من نوعيه الملابس بشكل كبير يكون معانا جاكيت خفيف، ومهم كمان في فصل الخريف دايما المتابعه اليوميه والمستمره للنشرات الجويه. طب هل في اي شبوره، في اي حاجه ممكن برضو نطمن بيها الساده المتابعين دلوقتي لو حد مسافر او غيره زي الفتره اللي فاتت؟
يعني هي الشبوره بفعل كانت الاسبوع اللي فات كانت شبوره مائيه كثيفه وكانت خلت الرؤيه الافقيه على الطرق تنخفض بشكل كبير، لكن هي الحمد لله على مدار هذا الاسبوع على الاقل لحد نهايه هذا الاسبوع هي الشبوره المائيه خفيفه جدا غير مؤثره تماما، ما فيش اي قلق منها لان كل الرطوبه اللي موجوده بتتوزع في عمود الهواء يعني بتبقى موجوده على هيئه سحب، فبالتالي الحمد لله الاجواء مستقره تماما. الامطار زي ما قلنا في الاول مش هتاثر على اعمال الانشطه اليوميه، بس الناس المتجهه للمناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط من الجهه الغربيه تكون القياده نوعا ما في هدوء اثناء تساقط الامطار لان كميات الامطار هتبقى ازيد من المناطق الداخليه ما بين الخفيف والمتوسط، فيبقى وقت سقوط الامطار على الطرق تبقى القياده بس بهدوء. رائع جدا، شكرا جدا على هذه التغطيه دكتور منار غانم. يعني كويس ان احنا بنطمن في انخفاض هيبقى الى حد ما في بالزبط. الايام اللي جايه لان فعلا الرؤيه العامه كانت تحس انت لسه في الصيف، يعني كويس ان احنا امبارح كمان كان في مناطق في الجنوب عندك 39 بالظبط درجه حركه عاليه فعلا صعب. عايزه بس قبل ما نروح فاصل انا وكريم برضو لان الخبر الاخير اللي كان معانا واللي يعني اتكلمنا مع حضراتكم واسترسلنا فيه هو خاص بمنتخب مصر كره القدم طبعا للسم. الحلو كمان في الموضوع ده جزء مهم ان احنا برضو قبل ما نطلع فاصل نتكلم عنه التهنئه اللي احنا شفناها من ابطالنا ومن نماذج برضو كبيره زي مثلا خليني ابدا بمحمد الشناوي. محمد الشناوي كان ليه تويته عجبتني جدا لما جه اتكلم وقال لهم زي ما حضراتكم شايفين الف مبروك فوز منتخب مصر السم والبكم التاريخي على منتخب المانيا. زي ما كنت بقول لحضراتكم مباراه ما كانتش سهله، مباراه كانت الناس متوقعه مش هيفوز فيها منتخب مصر، لكن قدرنا ان احنا نفوز ونتاهل لنصف نهائي كاس العالم. وكل الدعم كمان يعني اللي هو ذكره لرجالنا اعتقد لفته حلوه ان هم برضو يشوفوا في دعم كبير من نماذج ومودلز او رول مودلز زي ما للكرة المصرية. وأعتقد برضو في تويتات كتيرة كانت مش بس محمد الشناوي اللي هناهم، لا ناس كتيرة جدا بالتأكيد كمان. طبعا يمكن كمان انضم للشناوي النني كمان نني الحقيقة صحيح. يعني بتأثر بشكل كبير جدا يا هوند التويتات والكلام المميز جدا ده ما بيكون في دعم كبير جدا زي ما احنا بنشوف يعني بالتوفيق لمنتخب مصر ده أمر بيكون مهم جدا وبتنعكس الحقيقة. النني والشناوي قيمة كبيرة جدا الحقيقة في كرة القدم وفي الحياة بشكل كبير ومثال الحقيقة يحتذى به لأي لاعب الحقيقة، فيعني حاجة رائعة ومميزة جدا يا هوند يعني بنتمنى لهم كل التوفيق بالتأكيد. الدعم المعنوي شيء اتكلمنا فيه قبل كده أكثر من رائع بصراحة. يعني على كل حال أخبارنا زي ما أنتم عارفين لسه ما خلصتش، هنروح فاصل ونرجع نكمل. تابع دلوقتي مع حضراتكم زي ما احنا متعودين اخبار النادي الاهلي طبعا والفرق المختلفه. هيكون معانا مراسلتنا العزيزه روزان نصر من مقر النادي الاهلي بالجزيره. روزان بونجور، صباح الهنا عليكي، واكيد انا وكريم والساده المتابعين دلوقتي سامعينك، اتفضلي. بصبح عليك يا نهواند، بصبح عليك يا كريم، وصباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان من داخل مقر النادي الاهلي في الجزيره، متواجده معاكم لنقل طبعا اخر الاخبار زي ما قلت يا نهواند. ولكن قبل ما اتكلم في الاخبار اللي معايا النهارده خليني كده يعني انقل لكم الاجواء المتواجده هنا في الفرع. يمكن خلاص الجامعات والمدارس بدات بشكل رسمي امس، وده مخلي اكيد في توافد كبير جدا للاعضاء هنا في الفرع، يمكن كمان انخفاض درجات الحراره، ويعني النسبة الأكبر يعني أكتر من 50% يمكن بيرتاحوا أكتر في الأجواء الشتوية أو في فصل الشتاء، فده مخلي كمان نسبة مش قليلة أبدا متواجدة هنا في الفرع. يمكن في منهم اللي بيتناول يعني وجبة الإفطار من أمام شاشة العرض الرئيسية أو كمان يعني في الأماكن المختلفة في النادي. كمان يمكن الأهل يمكن منتظرين أولادهم يخلصوا المدارس النهاردة متواجدين في الفرع، وكمان في منهم اللي يعني منتظر أولاده وبيمارس أكيد التدريبات هنا في النادي، وكمان منهم اللي بيشتغل على اللاب توب من امام برضو شاشات العرض الرئيسيه المتواجده هنا في الفرع. اكيد الاجواء متميزه جدا هنا في الفرع، ويمكن كمان من المتوقع ان هي تكون يعني زاحمه كمان خلال الايام المقبله في دخول اكيد فصل الشتاء. خليني بقى ابدا يعني الاخبار، واكيد هنبدا باخبار الفريق الاول اللي طبعا خلاص هيستأنف الفريق الاول تدريباته اليوم على ملعب مختار التتش هنا بالجزيره. التجمع الساعه 5 مساء وبدايه التدريب الساعه 6، وكان طبعا مارسيل كولر المدير الفني للفريق منح جميع اللاعبين راحه من التدريبات الجماعيه لمده 24 ساعه، بيستعد خلاص النادي الاهلي لمواجهه نظيره طبعا فريق امبي في دور النصف نهائي من بطوله كاس مصر مساء الأربع المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي. أكيد كل التوفيق للنادي الأهلي وطبعا التأهل للمباراة النهائية.
نروح بقى للناشئين وبالتحديد مواليد 2003 فاز خارج ملعبه على انبي بهدفين مقابل هدف المباراة اللي أقيمت بينهم يوم الأحد ضمن الجولة الخامسة من بطولة الجمهورية. وبهذا الفوز رفع أهلي 2003 رصيده ل 12 نقطة من الفوز في 4 مباريات والخسارة مرة واحدة، حيث طبعا فاز على بلدية المحلة 1-0 وعلى الجونة 4-0 وعلى السد بأسوان 2-0 وفاز على انبي 2-1 مسجلا 9 أهداف مقابل هدفين وحيدين في مرمى. والحقيقة لازم نشكر طبعا الجهاز الفني بالكامل للناشئين لأنهم الحقيقة مقدمين مستوى يعني رائع من بداية هذا الموسم. أخيرا خالد العوضي مدير النشاط الرياضي أعلن عن التعاقد مع سيف عابد للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي بداية من الموسم الجديد، وأوضح أن اللاعب وقع على عقود الانضمام للنادي لمدة 4 مواسم قادمة في إطار تدعيم صفوف الفريق من أجل طبعا المنافسة على الفوز بكل البطولات خلال الفترة القادمة. وأشار كمان يعني كابتن خالد العوضي أن التعاقد مع سيف عابد يأتي ضمن جهود تدعيم كافة الفرق بالعناصر المميزة وتلبية طبعا متطلبات الأجهزة الفنية للمنافسة على جميع البطولات. دي أبرز وأهم الأخبار اللي كانت متواجدة معايا من النادي الأهلي فرع الجزيرة، بشكركم وعودة ليكم مرة تانية. نشكرك كمان على هذه التغطية، احنا انا وكريم اكيد نشكرك عليها جدا زميلتنا العزيزة روزان نصر. لو نروح بقى للشكل الاوروبي والدوري الاوروبي او يمكن المان سيتي تحديدا بقى، يعني المان سيتي من يومين تلقى اول هزيمة في الدوري الانجليزي، دوري يمكن غريب، دوري صعب، دوري الانجليزي صعب جدا. دلوقتي السيتي متصدر بعديه توتنهام وبعديه الارسنال ليفربول، فيمكن يعني لو بنتكلم لازم نتابع بقى في الفيديو ده اكتر 10 لاعبين سجلوا امام مانشستر سيتي في التاريخ في هذا الفيديو. هنختم مع حضراتكم الفقره الاولى بتقرير عن تمارين رياضيه جديده مع كابتن حسن حازم مدير بجيم النادي الاهلي بالجزيره، وبعد كده نروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. صباح الخير على جماهير واعضاء النادي الاهلي الكرام. النهارده معانا بوش داي، تمارين دفع مهمة جدا لعضل البكتيريس ميجور اللي هي عضلات الصدر وعضلات الانتيريور دلتويد واللاترال دلتويد وعضلات الترايسبس. اول تمرين معانا هيكون ضغط، هنستخدم حاجة تكون عالية شوية كده، تمام، هنحط ايدينا عليها، نثبت، نطلع بشويش، 1 2 3 4 5، تمام. لو مش هقدر ان انا انفذ التمرين ده ممكن احط ايدي على الحيطة، ابعد شوية عن الحيطة وانزل بايدي اضغط على الحيطة، كل ما هبعد اكتر كل ما هتبقى المقاومة على عضلات الصدر اعلى وكل ما هتبقى التمرين ادفانسد شوية. تاني تمرين معانا هنستخدم حاجة عالية كده، هنستخدم دمبلز او لو مفيش دمبلز ممكن نستخدم اي ويت عندنا، ممكن تكون ازازة مية، نستخدم الدمبلز كده، نلعب فلاي، 1 2 3 4، احافظ على تانية كوعي، كوعي متني سنة صغيرة، الحركة بتبقى من مفصل الكتف، وده تاني تمرين معانا. تالت تمرين معانا الدمبلز برضو او ازازة مية او اي حاجة تكون عندنا كويتس نستعملها في المقاومة. هنبدأ اول لاترال دلتويد لاترال ريسز، 1، بعدها على طول جوينت ست، هندخل فرونت ريسز، 2 1 2 1 2 1 2، تمام. رابع تمرين معانا هنختار برضو حاجة تكون كده مستوية، نحط ايدينا عليها كده بالشكل ده، ايدي بتبقى في اتساع الكتف، ببعد رجلي شوية، بنزل بفرتش كوعي للآخر، بنزل تاني، 2 3 4 5 6،
كل التمارين دي تبقى من 3 ل4 مجاميع، كل مجموعه بتكون من 8 ل12 تكرار. كان معاكم الكابتن حسن حازم من جيم النادي الاهلي الجزيره، شكرا. مرحبا بحضراتكم، والفقره الاولى معانا ومناسبه جميله جدا او مهمه جدا. احنا نبدا النهارده كمان نتكلم عن بدايه العام الدراسي الجديد، وكمان تاثير تحديدا الرياضه على زياده التحصيل الدراسي تحديدا، وازاي نوازن كمان بين وقت المذاكره وفكره ان انا كمان ممكن يعني اربي بطل رياضي عندي في البيت وممكن بعد كده يبقى بطل اولمبي وغيره. فطبعا ملف مهم جدا، خلينا نتكلم في كل التفاصيل دي مع دكتور وسام منير، مدرسه التربيه الخاصه بجامعه مصر. صباح الهنا وبونجور. صباح الفل على حضرتك، طبعا من الشرفانة ومنورانا. ملف مهم جدا الحقيقة لابد ان احنا نتكلم فيه، والبداية طبعا هنتكلم تأثير ممارسة الرياضة طبعا بخبرتك طبعا الكبيرة على زيادة التحصيل الدراسي. الامر ده لو بنبدأ فيه نتكلم هنبدأ من انهي حته؟ خلينا نقول طبعا كده الاجازه خلصت، بدانا خلاص في الدراسه، فخلينا نقول طبعا لكل اولياء الامور وكل اولادنا واخواتنا من الطلاب عام دراسي جميل وسعيد وكله تفاؤل وامل ان شاء الله، ونتمنى لهم طبعا يستمتعوا بكل يوم دراسي. عاوزين اللي هو الهدف منه العلم والمعرفه مش الشهاده او التخرج بس، فدي حاجه مهمه جدا كنا عاوزين نقولها في البدايه. طيب فكره بقى التحصيل الدراسي مع الرياضه، في للاسف في ناس كتير قوي عندها مفاهيم غلط عن الموضوع ده، بيبقوا شايفين ان الرياضه بس او ممارسه الرياضه بس بتكون في وقت الاجازه او النشاط الصيفي او فتره مفيش تعليم مفيش دراسه مفيش مدرسه، لكن للاسف ده مفهوم غلط جدا، لان كل الدراسات بتاكد ان طول ما الطالب او اي حد فينا بيمارس نشاط رياضي قد ايه النشاط الرياضي ده بيكون له مميزات عظيمه جدا جدا علينا، من ناحيه ايه؟ الناحيه النفسيه، الناحيه الصحيه العامه، الناحيه الاجتماعيه، والناحيه العقليه او الذهنيه اللي هي بين قوسين التحصيل الدراسي. طيب النشاط الرياضي ده هيساعدني في ايه؟ النشاط الاجتماعي، اول حاجه الناحيه الاجتماعيه، سواء لعبه فرديه الطالب بيلعبها او لعبه جماعيه. اللعبه الفرديه زي مثلا السباحه او الالعاب الدفاعيه زي التايكوندو او غيرها، والالعاب الجماعيه زي التنس او كره الطايره او اي حاجه من الحاجات دي. الالعاب دي انا بشوف ان هي مميزاتها ان هي بتعلم التعاون، القياده، مهاره ان هو يكون عنده العمل التعاوني او الجماعي، بقى في رولز او قواعد للعبه بتاعته او الفريق اللي هو عاوز يتعامل معاه. فانا المفاهيم دي اقدر اكسبها لابني من خلال ان هو يلعب اي لعبه من الالعاب دي. الحاجه الثانيه الصحه العامه بقى، بالتاكيد اي شخص رياضي او شاب رياضي او بنت رياضيه بيبان على جسمها القوام، دايما وشها منور، دايما بيبقى الصحه العامه عندها عاليه جدا، مختلفه اختلاف كبير جدا عن البدانه. لو طالب او بنت سمينه شويه بنلاقي عندها مشاكل صحيه بشكل عام، بنحس ان هي عندها خمول عندها كسل. كمان من الناحيه الصحيه في وقت النشاط الرياضي او اي رياضه الانسان بيلعبها، من الناحيه النفسيه بنلاقي ان هو ما عندوش اكتئاب، ما عندوش قلق، ما عندوش توتر، دايما بنحس ان هو عنده متحكم في انفعالاته طول الوقت، شخص كده بنحس ان هو فعلا الرياضه بتبقى باينه عليه في تصرفاته وفي كل كلامه وفي كل حاجه هو بيعملها. التحصيل الدراسي بالتحديد فلان ممارسه اي نشاط رياضي له تاثير كبير جدا على الناحيه العقليه والذهنيه. طول ما الواحد بيعمل نشاط في نفس زي ما بيقولوا في نفس سريع، بيعمل نشاط للدوره الدمويه بشكل كبير قوي، بيعلي من وظائف الدماغيه المسؤوله عن الانتباه والتركيز والذاكره والتحصيل. فكل الحاجات دي كل ما يكون فيها نشاط عالي اي شخص وبالتحديد طلابنا طول ما بيمارسوا النشاط ده قد ايه الموضوع ده بيكون محفز قوي جدا عشان يساعدهم على التحصيل الدراسي او الاكاديمي. بس مش اي حد بيقدر ان هو يعني مش هقول يفرد بس يعود ولاده ان هم يحبوا الرياضه اصلا، لان احنا في بدايه او الاعمار الصغيره بيبقى غصب عنهم، بعد كده بيكبروا شويه ممكن اللي بيكمل والنسبه الاكبر ما بتكملش. ف ايه اللي المفروض يحصل من الاهالي عشان يقدروا يخلوا ولادهم لا يكملوا ويبقوا سعداء ان هم ابطال في مثلا رياضه معينه، وفي نفس الوقت ما يجيش على حساب المذاكره؟ لان انت عارفه الموضوع ده ملف مهم عند بعض الاهالي تحديدا. خلينا اقول في نموذجين من الاطفال، اما الاطفال الصغيرين اللي هم اوريدي بنبدا نعلمهم على يتعودوا على الرياضه ممارسه الرياضه وهم صغيرين فبيكمل معايا ممكن يفصل معايا شويه، في نموذج تاني اللي هو اصلا ما بيلعبش رياضه ولا هو وهو كبير فبدات ان انا اعلمه نشاط رياضي، في فرق بين الاثنين. طيب انا بشوف ان الام والاب عليهم دور كبير جدا في تعزيز او ان انا اشجع ولادي في انهم يمارسوا رياضه. ازاي؟ اول حاجه اختار نوع الرياضه المناسبه لابني، ما ينفعش اجبره على رياضه هو مش حاببها، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انا انظم له وقته بشكل كبير، او تنظيم الوقت قد ايه مهم جدا بيساعدني في الاستمراريه. انا مش هدفي ان ابني يلعب رياضه بس دلوقتي في الصيف او في فصل الدراسي بس، لا
انا لازم دايما اخلق دافع لابني علشان يستمر ويكمل فين في الرياضه بتاعتي. الحاجه الاهم كمان من كل ده ان انا استخدم الرياضه كوسيله لتفريغ الطاقه او الشحنات السلبيه اللي عندي. لو انا عودت ابني طول ما انت زهقان، عندك ملل من المذاكره، عندك وقت فراغ، عاوز تعمل اي حاجه تخرجك من المود او تحسن الحاله المزاجيه عندك، العب رياضه. طيب النادي بعيد عندي، ظروفنا الماديه صعبه الى حد ما، مفيش حد بيشجعني على الرياضه، طب اعمل ايه؟ ممكن اي نشاط رياضي جوه البيت نعمله ممكن ان هو يعوضني عن فكره ان انا اروح نادي. زي ايه مثلا؟ ان انا امشي حوالين البيت، ان انا ممكن اجري، اشغل الكاسيت او التليفون او التلفزيون على اي اغنيه فيها نشاط او رياضه او حركه، ممكن ان انا افضل انط جوه البيت، لو التنطيط او اي حركه اي نشاط بدني هعمله جوه البيت قد ايه فعلا بيقدر يديني الطاقه اللي جسمي محتاجها علشان يحصل فيه تجديد، يكون تنشيط للدوره الدمويه بشكل كبير قوي. نقطة مهمة، ويمكن احنا عارفين بقى الفترة اللي فاتت اجازة، خلاص بقى ناس بتنام فترات طويلة جدا، والطلاب تحديدا العكس بيبقى في ارق كبير جدا لما بيتم الصحيان بدري والمدرسه وكده. الامر ده يعني معادله صعبه شويه، لكن يعني ازاي يتخلصوا من الارق ده، لان فترات النوم الطويله دلوقتي خلاص ما بقتش موجوده. طبعا فكره الارق دي سيئه جدا حتى لينا احنا كناس كبيره، بنحس طبعا التعود. انا عشان انام كويس، او خلينا اقول برضو النوم ده مهم جدا، ان انا انام 6 ساعات، او ان انا لو نمت عدد ساعات قليله قوي او عدد ساعات كبيره قوي، فالاثنين بيؤدوا الى ضرر كبير جدا. ضرر بيديني اكتئاب، بيخليني قلقان متوتر، الحاله المزاجيه عندي بتكون صعبه جدا، ببقى دايما منفعل بشكل كبير قوي. حاجات بسيطه ممكن تحصل في البيئه في اي موقف حواليا، بنفعل بقول كلام يعني ممكن يخرج مني انفعالات مش مناسبه للموقف ده. قد ايه النوم ده، في ناس للاسف ما بتاخدش بالها من قيمه ان الانسان لازم ينام نوم صحي، وخصوصا الاطفال الصغيرين، لان انا كأم انا مسؤوله عن ان انا احسن الدوره الدمويه عند ابني، او ان انا احسن وظائف الدماغيه الوظائف النفسيه والاجتماعيه عند ابني من خلال الاكل الصحي، النوم المتواصل وليس المتقطع. ودي نقطه مهمه قوي، لان للاسف ممكن الطفل او اعود ابني ينام عدد ساعات قليله او ينام عدد ساعات طويله قوي، فانا لازم يكون عندي عدد ساعات مش اقل من 6 ساعات ومش اكتر من 8 ساعات. طيب انظم اليوم النوم بتاعي ازاي؟ اول حاجه ان انا انظم الساعه البيولوجيه بتاعتي، ابقى عارفه ابني هيروح ينام الساعه كام للسرير، وابني هيصحى الساعه كام، فهياخد مني وقت شويه بس لما هيتعود على ده تبقى حاجه مهمه جدا وحاجه عظيمه جدا بالنسبه لي. الاوضه اللي ابني هينام فيها لحد ما يكونش فيها نور اضاءه عاليه قوي، تبقى اضاءه مناسبه، كمان ما يكونش فيها صوت عالي، كمان الكافيين او شرب القهوه او الشاي اقلله مثلا من بعد الظهر، ما اشربش الحاجات دي على قد ما اقدر، كمان ان التليفون او التابلت او التلفزيون ما يكونوش موجودين جوه الاوضه، واحاول اقلل من ان هو يستخدم الحاجات دي قبل النوم بساعتين ثلاثه. علمناهم ازاي احنا اصلا بنعمل الحاجات دي؟ ما انا بقى انا القدوه المفروض يعني عارفه بتطلبي حاجات صعبه. لا مش صعبه خالص على فكره، على الاقل فتره الدراسه يعني دي مهمه جدا محتاجه تركيز عالي قوي، غير فتره الصيف، الصيف بيبقى عندي وقت. ده في الاعمار السنيه من كام لكام؟ لا من احنا صغيرين لازم نعود ولادنا من هم صغيرين على الحاجات دي. بس حاجات سهله قوي، ان انا هينام الساعه كام ويصحى الساعه كام، التابلت والتليفون والحاجات دي ما يستخدمهاش قبل النوم بساعتين، الاوضه تكون هاديه، اجواءها هاديه ومريحه، تساعده على النوم. قد ايه الحاجات ممكن مثلا صور او صور ورقيه او قصص فيها صور يقعد يقلب فيها قبل ما ينام، فيسرح بقى في الصور الملونه والحاجات دي. على فكره الاطفال بيحبوا الحاجات دي قوي، بس لو انا كأم بعمل الحاجات دي ما اجيش اقول ابني نام دلوقتي وانا اصلا سهرانه بره فاتحه التلفزيون وعماله اتفرج على. لازم تبقي قدوه ليه عشان اما يبقى بيتابع وبيشوف يبقى يطبق وينفذ. حتى احنا بنقول افضل وسيله تعلم بيها الطفل اي سلوك ايجابي ابدا انا بنفسي اعمله الاول، ما دام انا عملته طبقته على نفسي حتى لو هدعي ان انا بعمل الحاجه دي، بس انا لازم اكسب السلوك الايجابي لابني من خلال ان انا اصلا اكون بعمل السلوك ده. نقطه انا بس هسال حاجه سريعه، تصحيح المفهوم، لان ناس بتقول لك الدراسه او الرياضه بتعوق الدراسه، ده يعني معتقد ده مفهوم خاطئ عند ناس كتيره جدا. لو بنقول الحقيقه وبنقول الامر ده حضرتك ممكن تقولوا لنا بشكل ازاي؟ الناس دول وحشين قوي. ازاي بس معقول شاب رياضي او اي طالب رياضي، احنا قلنا ان هي بتحسن الحاله المزاجيه والنفسيه والاجتماعيه والصحه العامه بتاعته، فبالتاكيد كل الحاجات دي مستحيل تكون اعاقه للدراسه، مستحيل مستحيل. ليه بقى؟ طول ما هو عنده نشاط الدوره الدمويه عالي قوي، عنده الوظائف الدماغيه بتشتغل بشكل جيد جدا، فبالتالي حتى بيقولوا ايه طابور الصباح، ايه اللي بيحصل في طابور الصباح؟ دايما بيلعبوا تمارين رياضيه، فقد ايه التمارين الرياضيه دي؟ هنلاقي ان هي ما جاتش من فراغ، ده شيء مقدس في كل مدرسه من المدارس لازم نعمل طابور الصباح. اي نشاط رياضي مهما كان بسيط، مهما كان
مهما كان لازم ابدا اعمله علشان قد ايه بيكون له مؤثر بشكل كبير جدا على تنشيط الذاكره عندي، على الصحه العامه عند الطفل، بتزود عنده نسبه الاستيعاب بشكل كبير قوي جوه المدرسه. بالعكس بقى هنلاقي طالب تاني ما مهمل في نشاط الرياضي، بيروح الطابور بتاعه متاخر، بيطلع على الكلاس بتاعه على طول، هنلاقي ان هو دايما كسلان، حاسس بخمول، دايما مكتئب، هنلاقي ان هو مش قادر يتحرك، مش قادر يقوم، دايما المجهود بتاعه قليل قوي او ضعيف قوي، فبالتالي استقباله او تحصيله الدراسي بيكون ضعيف جدا جدا في المقابل بطالب تاني بيمارس نشاط رياضي وحتى لو لمده 10 دقائق. قد ايه بتفرق كتير جدا في التحصيل الدراسي. المشاكل النفسية اللي بتصيب بعض الطلاب وبتصيب حتى الأهالي بيبقى ليها تأثير سلبي جدا على فكرة أصلا أن أنا ما بيبقاش عندي طاقة علشان أعمل كل ده، فدي مشكلة كبيرة. ويمكن في السنوات الأخيرة كمان في تزايد مع التزاحم مع اللي بيحصل في الحياة في العموم، فبتعمل طاقة سلبية إلى حد كبير في البيوت. إزاي ممكن يعني نتخلص اولا من الطاقه السلبيه دي؟ ازاي ممكن اصلا الاهالي تبقى قدوه لاولادها وهي ممكن تكون بتعاني اصلا من الازمه دي؟ طب خلينا يعني المشكله في الاساس اصلا. تمام. الصحه النفسيه بشكل عام ما فيش حد فينا ما عندوش مشاكل في الصحه النفسيه، ولكن الازمه الكبيره او ممكن نقول نحل المشكله دي من خلال هو انا ازاي بتعامل مع المشكله النفسيه دي، هتعامل معاها ازاي؟ من خلال اعرف ايه الحاجات اللي بتخلي عندي اصلا مشكله نفسيه. لو انا عرفت الاسباب دي هبدا ان انا اعالجها او اعرفها. يعني في ناس بتكتئب لما مثلا يحصل لها مشكله في الشغل، في ناس بيحصل لها مشاكل لو ضاع منها حاجه او اتسرق منها حاجه. تعاملي مع المشكله دي قد ايه هو اللي له عامل كبير قوي في انها تخلص اصلا من المشكله النفسيه دي. طب الاطفال الصغيرين ممكن يحصل لهم قلق، توتر، اكتئاب، تبول لا ارادي، قضم اظافر، شد شعر، مش عايز يروح المدرسه، مش حابب يروح النادي. هنلاقي ان في مشاكل كتيره جدا اطفالنا بيتعرضوا ليها. ممكن الام والاب ما يكونش عندهم الوعي انهم ابني ايه ده، هو في حاجه اسمها طفل يجيله اكتئاب ده هو بيتدلع. لا، الصحه النفسيه فعلا ليها دور وعامل مهم جدا في التحصيل الدراسي للطالب او للطفل عندي. فانا كأم لازم ابقى عارفه ايه الاسباب اللي بتخلي ابني بيحصل له المشكله دي. هو ليه رافض يروح المدرسه؟ ليه دايما مهمل في حاجته؟ ليه ما عندوش تقدير لذاته؟ هل انا في البيت بعامله بشكل سلبي؟ هل في مشاكل دايما بيني وبين زوجي قدام ابني؟ هل بيتفرج على مشاهد عنف او افلام كرتون فيها ضرب او فيها دم او فيها مشاهد مؤذيه بالنسبه له؟ هل انا تقدير ابني، انا كأم كل ام بتحب ابنها، لكن طريقتنا في التعبير عن الحب دي هي اللي بتعزز عند ابني مفهومه عن نفسه كويس قوي. فالمفهوم الذات الايجابيه عند الطفل هي اللي بتخليه الحصن او الدفاع اللي بتخليه دافع عن نفسه ضد اي مشكله او اي ازمه ممكن يتعرض ليها. وخلينا اقول ان في المدارس انتشر حاجه مهمه قوي، ظاهره التنمر المدرسي او الالكتروني. دي مشكله كبيره جدا، مشاكلها واهمها مشاكل نفسيه مش مشاكل اجتماعيه. مشاكل نفسيه ازاي؟ ممكن يكون نتيجه ان هو يعني التنمر اصلا ان طالب واحد بيتنمر ضد مجموعه او مجموعه ضد طالب. طيب هو ليه بيتنمروا اصلا؟ هلاقي عندهم مشاكل في البيت، الطفل مش لاقي نفسه جوه البيت، دايما مهمل بشكل كبير قوي، دايما مفيش تعزيز، مفيش تشجيع. فالطفل اللي بيمارس التنمر على طفل تاني علشان يعمل ايه؟ يحصل على التشجيع والتقدير. ممكن يكونوا اهله هم اللي بيعملوه كده حتى في البيت، بيقللوا منه، فهو بيروح يقلل، بيمارس بقى على ضحيه، بيشوف ضحيه اقل منه، اضعف منه، علشان يمارس على القوه والسيطره دي. فلان معظم مشاكلنا الكبير قوي في فتره الدراسه بتيجي نتيجه ايه؟ ان الام والاب طول الوقت مشغولين، مش منتبهين لاولادهم، على الاقل يحاولوا يقربوا من اولادهم الفتره دي، لان فتره المدرسه الطفل او الطالب بيقضي فتره وقت طويله جدا جدا عن البيت، فهو بعيد عندي، فوارد ان هو يتعرض لمشاكل نفسيه كتير قوي او مشاكل اجتماعيه كتير قوي، فانا اصلا في غنى عنها، لان انا لو ما عالجتش اي مشكله ابني بيتعرض ليها هتاثر على التحصيل الدراسي، المشكله معايا هتكبر وهتزيد، وبالتالي لما ابدا اكتشف المشكله لما ابني سنه يكبر هيبقى عندي اكتر من مشكله تانية. صحيح، كلامك محترم جدا وكلامك مهم في فكره ربطه بالرياضه، لان في ناس دلوقتي ممكن تكون بتسمعنا فاكره ان ده ملف مختلف عن الرياضه. يعني اعتقد هم مش فاهمين معنى اللي احنا بنتكلم فيه، لان الرياضه مرتبطه بشكل كبير جدا بالعامل النفسي والصحه النفسيه. الصحه النفسيه هي البنزين اللي بيحرك اي حد، فاعتقد احنا بنتكلم في نفس الملف وملف مهم جدا، بس الوقت جري. شكرا ليكي جدا، معلش دكتور وسام نورتينا. وكالعاده انت معانا تقريبا، يعني كنت معانا قريب تقريبا من قد ايه؟
ثلاث اسابيع حاجه زي كده. يعني ان شاء الله تكوني معنا تاني قريب. شكرا ليكي. شكرا شكرا جزيلا شرفتينا ونورتينا الدكتوره طبعا وسام منير مدرسه التربيه الخاصه بجامعه مصر على هذه المعلومات الهامه جدا. وبالتاكيد طبعا يعني هنطلع فاصل ونستقبل ناقدنا الرياضي الاستاذ محمد همام حديث مطول بالتاكيد عن الكره العالميه. ابقوا معنا. وبالتاكيد كلامنا في الكره العالميه لسه متواصل من الدوري الانجليزي للاسباني لدوري الابطال. كلام كثير جدا الحقيقه مع الاستاذ الناقد الرياضي طبعا الاستاذ محمد همام. برحب بيه في البدايه. صباح الفل على حضرتك. سعداء بوجودك معانا دايما. صباح الفل على حضرتك وصباح الفل على الاستاذ نهاوند. وان شاء الله يوم جميل ان شاء الله على جمهور النادي الاهلي. اهلا بيك. صباح الهنا استاذ محمد. وبص انا عايز ابدا معاك اولا كده سريعا بفكره التحكيم تحديدا في الدوري الانجليزي والواقعه الغير مسبوقه شويه خلينا نقول برضو. بتحصل اخطاء تحكيميه لكن ما اجي اتكلم عن الدوري الانجليزي وخطا زي ده لا في حاجه مش مظبوطه. ايه اللي حصل؟ هو سيمون هوبر يعني هو حكم مثير للجدل شويه لانه كان حكم مباراه ليفربول برضو مع مانشستر سيتي الموسم اللي فات في الدور الثاني ووقع كانت طرد رودري ما طردوش. ونفس الواقعه دي حصلت مع جوتا في مباراه توتنهام الاخير ان من خلال هو اداله انذار وبعدها اداله انذار ثاني فطرده. في ماتش السيتي برضو رودري اخذ انذار بعدها بدقيقه عمل مخالفه مع جوتا كانت برضه المفروض ياخد فيها انذار لدرجه ان لعيبه ليفربول راحت احتجت للحكم وما ادالوش انذار ولعب عادي. فالنهارده الواقعتين متشابهتين. طب ايه السبب؟ يعني ايه الفكره ان انت النهارده عملت كده؟ طب وانت ما عملتش ليه كده مع جوتا؟ حتى بنقول حتى يعني ايه يعني روح اللعبه شويه برضو ان انت لسه مديله انذار. طب خلاص ممكن تعديها خصوصا ان انت مدي طرد في الشوط الاولاني وشايف ان الماتش مشدود. طب ايه الفكره في كده؟ فدي كانت يعني نقطه من النقط. نتكلم على طبعا جون لويس دياز كان جون طبيعي 100% مش محتاج ان انا اصلا ارجع فيه للفار. النهارده حكم مساعد المفروض يكون مركز وعارف النهارده ان هو واقف صح فارفع الرايه ليه خصوصا شفنا الاعاده ان هو ما رفعش الرايه في الاول. لا ده هو استنى خالص لحد ما جاب الجون. طب خلاص يعني انت مش مفيش حاجه. طب انت ايه اللي خلاك ترفع الرايه؟ الفار يقول لك في مشاكل ومش مشاكل وبناء عليه الاتحاد الانجليزي او لجنه الحكام بالتحديد بيان رسمي ان هو بيعلنوا بجون صحيح 100% بجانب ان في عقوبات حصلت على الحكام بالفار ان هم مش هيكونوا متواجدين في مباراه تشيلسي وفولهام بجانب مباراه امبارح نوتنغهام فورست وبرينتفورد. فكانت طبعا بيان رسمي صدر من ليفربول في الساعات الاخيره وان هم كانوا مش راضين بالقرارات بتاعت لجنه الحكام بالزبط. بالعكس هم كمان شايفين ان ممكن يصعدوا الموضوع وده حقهم لان النهارده انت ماتش زي ده انت ممكن تضيع عليا دوري. وده فعلا حصل من سنتين فاتوا في مباراه توتنهام بالتحديد وبرده كان كوره ما بين هاري كين وما بين روبرتسون وكان المفروض هاري كين يطرد تمام والماتش خلص 2-2 وليفربول خسر الدوري بفارق نقطه مع مانشستر سيتي. فالنهارده انت ما بتحمينيش لا انت النهارده مفيش عداله تحكيميه وفي دوري انت بتقول عليه اقوى دوري في العالم. غريبه جدا فعلا. طبعا يعني بتكون فعلا احنا شفنا المباراه كان فيها جدل كبير جدا لكن الوضع ممكن يتغير بالنسبه للمباراه مع الخطا الكبير للحكام. طبعا احنا بنتكلم بره ما بنتكلمش هنا. امتى ممكن يتدخل يبقى في تدخل قوي وحاسم من لجنه الحكام او من الاتحاد بشكل عام بالنسبه للدوري الاوروبي عامه او الدوري الانجليزي تحديدا؟ صحيفة ليفربول إيكو وهي الصحيفة اللي تعتبر الصحيفة شبه الرسمية ليفربول يعتبرها أن هي الصحيفة المقربة لنادي ليفربول قالت وأعلنت أن ليفربول اعترض على البيان بل بالعكس هو طالب بتغيير في نظام التحكيم ومستوى التحكيمي. وزي ما انا ذكرت من شويه ان انت بتتكلم ان انت دوري اقوى دوري في العالم ما ينفعش يكون مستوى التحكيم بالشكل ده وده حق طبيعي وحق مشروع ومش ليفربول بس انت بتتكلم في انديه البريمير ليج كلها. ان النهارده انت ما بتحمينيش بالعكس انت النهارده ضيعت عليا قد يكون نقول فوز او تعادل على الاقل. انت النهارده يعني انت داخل المباراه اصلا كنت ممكن تتصدر الترتيب الدوري الانجليزي بعد خساره مانشستر سيتي من ولفرهامبتون وانت النهارده بدل ما كنت في مركز اول لا بقيت في مركز رابع. طب النهارده انت عاوز ايه بالظبط؟ فانت بناء عليه دي مش اول جدل تحكيمي. احنا شفنا في بدايه السيزون من مباراه ولفرهامبتون ومانشستر يونايتد حتى بعدها يورجن كلوب اتكلم قال طب ما هو انت النهارده بتعتذر او بتقول في حقيقه جول. طب النهارده طب ما ده حصل مع ماتش ولفرهامبتون ومانشستر يونايتد ايه اللي حصل؟ المباراه انتهت لمانشستر يونايتد واخد الثلاث نقط. فالنهارده انت بتتكلم حضرتك ان ده ثاني قرار مثير للجدل في احنا لسه بنتكلم في 7 جولات. طب النهارده انت هنعمل ايه في الاسابيع الاخيره؟ لا النهارده يعني انت بتتكلم في فرق ممكن نقطه تفرق معاك في تتويج دوري وتفرق معاك في هبوط.
طب بس سؤالي بقى، لما هنا بيكون مش هنا، خلينا نقول الاول في دوري الانجليزي يكون في خطا تحكيمي، بيكون في محاسبه حقيقيه موجوده على ارض الواقع. لما اجي اقارن في المنطقه عندنا تحديدا في مصر، الاخطاء التحكيميه الى حد ما في الفترات اللي فاتت بنتكلم عنها، لكن ما بنشوفش محاسبه حقيقيه، ولذلك هي مكرره. فيمكن ده الفرق اللي ممكن يعمل نتيجه شويه. طبعا باستثناء دلوقتي الوضع مع بيريرا، اكيد في اختلاف كبير جدا وفي محاسبه شديده جدا وغيره، لكن هناك الكلام ده ما بيعديش، الكلام ده بيقلب الدنيا والصحف بتتكلم وبيبقى في اعتذار او بيبقى في عقوبه. يعني مبدئيا يعني خلينا نتكلم، النهارده في بيان طلع بعدها مفيش ساعه، بيان طلع رسمي، وبعدها بتاني يوم بيان تاني طلع بمحاسبه الحكام في مصر. في نقطة جدلية ونقطة يعني كارثية، النهارده حكم غلط، مصادر يقولوا الحكم هيغيب. طب يا جماعة، طب احنا عاوزين نعرف هو فعلا هيغيب ولا لا؟ طب لا، ده هيحكم في ماتشات الدرجة التانية. طب ده قرار كارثي، يعني هو انا عشان خاطر اعاقبه خليه يحكم درجة تانية اللي هو يعتبر دوري مهم اصلا كمان. فهو النهارده احنا النهارده عمالين نقول لا ده فلان قال، لا ده فلان قال. طب احنا عاوزين الجهة الرسمية تعلن وتقول ايه اللي حصل مع الحكم. لا، احنا بنعرف عن طريق مصادر، وممكن يكون القرارات زي ما بيقولوا كده بالونة اختبار، هنشوف هيحصل مع الحكم ايه وهنشوف الناس هتعمل ايه. زي في مباراة احدى المباريات في الـ في الـ في, الـ في الجوله اللي فاتت، بالتحديد في الجوله الثانيه، تمام، النهارده قال لا ده هيبقى في قرارات مع الحكم. طب والحكم النهارده لو فعلا هيتعاقب اعلنوا قولوا هيتعاقب بالزبط. لا، في انجلترا طلعوا قالوا لا في عقاب للحكمين الفار ان هم مش هيكونوا متواجدين في اخر مباراتين في الجوله، وخلاص عرفنا ان اللي حصل معاهم ايه، وبناء عليه في بيان رسمي صدر من نادي ليفربول على القرارات. احنا هنا في مصر لا، احنا النهارده بنشوف النهارده هيعمل ايه مع الحكام، وبناء عليه احنا هنشوف النادي والجمهور هيكون رد فعلهم ايه. فالنهارده في فرق كبير جدا 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 ما بين القرارات والشفافيه معنى اصح، وهنا ان احنا بنعرف عن طريق يعني فلان قال فلان. لا، فين الجهه الرسميه اللي هتعلن وتقول ان الحكم هيتعاقب او مش هيتعاقب؟ نفس النقطة وفي نفس المباراة الحقيقة، لأن 9 لاعبين ليفربول ده كانت فيه صعوبة كبيرة جدا الحقيقة، كانوا أبطال وشكروا. يعني 2-1 قدام توتنهام في 9 لاعبين ده كانت صعبة جدا جدا، بعدوا عن القمة، لكن شايف إن ده أثر عليهم، المباراة دي أثرت عليهم نفسيا أو خلتهم يبعدوا شوية؟ هو عموما سلسلة المباريات اللي جاية ليفربول صعبة جدا، نتكلم في توتنهام، نتكلم كان الهدف حتى معانا، بص الشكل العام كمان. بقول لحضرتك انا لما الكره اتعادت انا قلت هو اصلا محتاجه فار في ايه؟ يعني المفروض الحكم واضحه كره واضحه خالص، خط الابيض بعيد جدا. وبعدين النهارده انت رجعت للفار، طب انت الفار النهارده انت يعني طب انا فايده الفار ايه بالظبط؟ يعني انت طب انت عملت الفار، طب ماشي اهلا وسهلا، عملت ايه بقى؟ ايه الفكره؟ انت النهارده ظلمتني برضو، يعني بدل الخطا خطأين وانت كملت الماتش عادي. طيب النهارده الكره زي دي يعني فيها ايه؟ انا مش شايف فيها اي حاجه خالص بصراحة. خالص فيها خالص. ليفربول ظلم، لا ليفربول ظلم، وفي بيان كمان كان بالعربي بتهيألي، لو نعرضه يا جماعه بليز برضو هيبقى كويس. بيان البيان انت اتكلمت عليه الحقيقه. ما هو فعلا يعني وفي اخر جمله صحت هدف طبعا ويز دياز. اتفضل يا استاذ محمد. يعني في اخر صدور رجاله الحكام تحقيقا شاملا في الظروف التي ادت الى ارتكاب، في اخر فقره، الى ارتكاب هذا الخطا، سوف يتم التواصل مع ليفربول من نهايه الجوله للاعتراف بالخطا. طب انا استفدت ايه؟ بس كويس انهم اعترفوا. ما هو ماشي، في ناس ما بتعترفش. طب ماشي، في ناس ما بتعترفش يا استاذ محمد. طب انا اعترفت، طب انا برضه استفدت ايه؟ الاستفاده اللي انا استفدتها. ما هو ده السؤال. يعني اولا في فارق ما بين هناك وهنا، ان هناك بيبقى فيه برضه اعترافات بالخطا، هنا لسه شويه ما بيبقاش فيه، مش في كل الدول، مش هتكلم بس في مصر، مش في اعتراف بالخطا، لكن هنا في اعتراف بالخطا تم. طيب الستيب اللي بعد كده فعلا، هل مثلا هيكون في مباراه معاده ولا هيكون في خلاص؟ فالوضع كده كده خلاص هيكون في محاسبه بقى، خلينا نقول هذا الحكم ان هو هيتم معاقبته، لعله وعسى يكون زي ما بتقال كده قرار رادع بعد كده، ده لا يتم. لكن هو كده كده اصلا التحكيم هناك مش بيحصل فيه ده قامن بشكل كبير، يعني معروف عن الدوري الانجليزي اثاره متعه، لكن التحكيم الانجليزي لازم يكون تحكيم جدلي. وزي ما انا ذكرت لحضرتك نفس الحكم وقع مشابهه في مباراه طرفها ليفربول، بس بنسب مش كبيره يا استاذ محمد. وبص هقول لك حاجه، يعني احنا لما بنيجي نشوف في فاولات او في ضربات الجزاء، احنا في مصر هنا في لمسه بتاع ممكن تتحسب فاول، انت ممكن كتف لاعب، يعني مثلا في مباراه فاركو والمصري كره ما فيش حد يختلف عليها خالص ان هي تتحسب ضربه جزاء، ممكن نشوف اصلا
ده كان وقتها حسين السيد تقريبا صحيح نفس ومع سيف تيري في الواقع ممكن تكون متشابهه في الدوري الانجليزي وبرده ما بتتحسبش على فكره فعلا يعني انا افتكر ان 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 في مباراه السيزون اللي فات في ما بين ليفربول وفولهام في الجوله الاولى الماتش 2-2 تمام الكوره كانت ضربه جزاء واضحه وما اتحسبتش تمام فهو احنا بقول لحضرتك ان التحكيم الانجليزي عموما هو تحكيم معنى اصح بيبقى فيه بعض الشيء جدلي بعض الشيء لكن النهارده هو عموما طلعت البيان وقدمت الاعتذار وبعد الاعتذار ليفربول رفض الاعتذار طب ايه بقى اللي حقه انا من حق فعلا انت ظلمتني ودي مش اول مره مع الحكم ده انت قبل كده ظلمتني برضو في مباراه كان ممكن لمانشستر سيتي يكون مطرود منه لاعب واقدر استفيد من النقص العددي حصل اي عقوبه عليه ولا لا ما كانش فيه مجرد برضو لا ما كانش فيه اي عقوبه اعتراض هو الحقيقه المتضرر الوحيد بيكون الفريق سواء ليفربول سواء توتنهام وجماهير الفريق خلي بالك اللي بيتحرق دمها اكتر صحيح كان حكم يعني الصراحه كان يعني انا مش عارف هو يعني انت النهارده طلعت كذا قرار طب انت النهارده انت يعني شايف ان انت كنت فعلا في المستوى وخصوصا انت في مباراه يعتبر اهم مباراه في الجوله فانت طيب قبل ما نقفل ملف التحكيم خلينا برضو نتكلم عندنا شويه لان الوضع حاليا مبشر لو هتكلم على اللي فات لا انا كنادي اهلي ضاع مني قبل كده 2 دوري مش هخش في التفاصيل يعني ده رايي الشخصي ولكن الملف التحكيمي بقى لنا فتره كل شويه عمالين نقول عايزين نحسنه طب يا جماعه لجنه الكوره طب يا جماعه القائمين على كره القدم المصريه وغيره طب نجيب محكم من بره جه الراجل تجربه فشلت رغم ان هي نجحت في دول تانية خالص استعنا ببيريرا راجل جه قعد فتره طويله الموسم اللي فات بيبص بس ايه اللي بيحصل بعد كده قال لك انا ببتديت دلوقتي شغل بصراحه الموضوع بروميسنج جدا وواعد جدا الراجل ده فعلا عنده خطه بتحصل هل احنا نقدر نقول ان في الفتره القصيره القادمه ممكن يكون أو تكون مصر فعلا من الدول اللي عندها تحكيم جيد إلى حد ما بالمعايير العالمية؟ في البداية نتمنى كده احنا كلنا بندعم المنظومة وعاوزين المنظومة بتاعتنا تنجح وعاوزين الدوري بتاعنا يكون من أهم الدوري في المنطقة لكن النهاردة لكن دي بقى اللي بتزعل ما هو لازم النهاردة طالما أنا دخلت وعاوز أشتغل يبقى لازم أحط نقط ومعايير همشي عليها والكل هيلتزم بيها كبير وصغير لازم بكده النهارده شايف ان في عقوبه يبقى العقوبه بتكون معلنه زي ما انا بعلن بالظبط لجنه العقوبات لما بتعلن عقوبات على الانديه او على اللعيبه او المنظومه عموما النهارده الحكم من ضمن المنظومه يبقى انا لازم اعلن واقول والله لا الحكم ده كان صح او الحكم ده غلط واحنا كنا بنشوف ابسط شيء كلاتنبرج يطلع في فيديو يشرح الحالات التحكيمية ويقول لا ده فعلا كان صح أو كان غلط وده اللي لازم يحصل علشان كمان اللعيبة أو الأجهزة الفنية تكون عارفة النهاردة أنا كجهاز فني أو لعيبة بيتعمل لهم زي معنى صح محاضرات قبل بداية السيزون وبيعرفوهم معنى صح القرارات أو لو في قوانين جديدة تعديلات أو تعديلات في التحكيم اتغيرت فبناء عليه بطلع وبقول 1 2 3 لكن النهارده برضو انا شايف ان في قرارات او تعديلات او 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 لكن ما بتطبقش او ما بتنفذ طيب النهارده انا برضو استفدت يبقى انا برضو كده استفدت ايه فالنهارده لازم احط قانون واحط معايير الكل يمشي بيه النهارده شايفين في خبير تحكيمي ومعنى صح النهارده معنى صح بياخد مقابل مادي يبقى النهارده لازم اشوف في تطور تحكيمي بيحصل للحكام وبالكل سواء كبير او صغير اهم شيء واهم شيء فعلا العداله دي تريح الجميع النهارده انا شايف النهارده حكم كان صح ادافع عنه واقف قصاد اي حد حكم غلط واعلن ومفيش اي مشكله الغلط ان انا اكابر في الغلط انا النهارده في خطا حصل ابسط حاجه بعدها على طول اسرع بيان انا شفته فعلا انت بتتكلم بعدها بماتش بساعه بيان طلع الحكم غلط وبناء عليه خدنا قرارات النادي بقى يوافق يرفض دي بقى ايه بتاعته بس في نقطه برضو استاذ محمد لو تتفق معايا فيها وبرضو كريم مشكله برضو عندنا هنا في المنطقه او في مصر تحديدا الجماهير بمعنى ان من القرارات اللي بيريرا تحدث عنها ان انت هيبقى عندك في كمان الماتشات ما بين طبعا الاهلي والزمالك لما مباريات القمه هيبقى في تحكيم مصري النقطه دي البعض وصفها بالقرارات الكارثيه وقتها الكلام ده كان من اسبوعين تحديدا ليه كارثيه لان انت لسه الجماهير ليست جاهزه وليس عندها من المنطق اللي يقبل ان انا اقول الحكم ده مش زملكاوي فمش هيحكم ضد الاهلي الحكم ده مش اهلاوي فمش هيحكم ضد يعني الموضوع لسه عند الجماهير ما فيهوش ثقه ولسه الحكام نفسهم
ما حققوش على الارض اللي يخلي الجماهير تثق فيهم، يعني جانب هنا وهنا وين وين يعني للاسف. فازاي ممكن ده تحققه برضو مع جماهير لسه بعيده عن النقطه دي بشكل كبير؟ لسه قايل من ثواني ان احنا طالما حطينا قانون ومعايير نمشي عليه. احنا بقى لنا بنتكلم في موسمين او ثلاثه بنتكلم ان احنا بدانا ان احنا نسند الحكام مصريين لاداره مباريات القمه، وكان بتتعلن بشكل رسمي من قبلها بمده يا جماعه حكام مصريين اللي هيتولوا اداره مباريات الاهلي او الزمالك. فالنهارده طالما انا اخذت خطوه ومشيت على الخطوه خلاص يبقى انا هبتدي انفذ فعلا، وفعلا خلاص نفذه. هرجع تاني وهجيب تحكيم اجنبي او عربي ماتشات الاهلي والزمالك او عربي، اعتمدنا على عربي الفتره صحيح في ماتشات مثلا وليكن ماتشات السوبر تمام. فانا هرجع تاني ان انا هرجع تاني برضو ان انا هجيب تحكيم اجنبي، يبقى انا برجع لنقطه الصفر تاني. يا جماعه لا، النهارده طالما انا خلاص جبت النهارده خبير اجنبي ماسك التحكيم المصري يبقى انا النهارده بسنده ومعاه في قراراته. والله شايفين ان هو ما طورش وما فيش استفاده منها خلاص، زي ما حصل مع كلاتنبرج مشيناه وجبنا واحد مكانه. كلاتنبرج كان ظروفه مختلفه تماما، يعني مش اللي هو جه طبق شغله وما نجحش، يعني كان تمام. فيه الراجل ده يعتبر متفرغ لينا قاعد وبيتابع وكل حاجه تمام. يبقى انا خلاص يبقى انا معايا التحكيم المصري، وان انا اشوف التحكيم المصري يكون موجود في مباراه الاهلي والزمالك. وزي ما بيقولوا كده على الحلوه والمره بقى، يعني انا ممكن يبقى التحكيم مره معايا ومره ضد، بس في نفس الوقت وانا خلاص قبلت بالوضع ولازم اساند بقى لغايه ما نحاول نطور المنظومه بتاعتنا. نسبه نجاح التحكيم المصري في مباراه القمه رايك توصل لكام في الميه مفروض؟ على حسب الحكم، على حسب الحكم، على حسب الحكم ما نفسه. لسه أسماء. ما هو على حسب ايا كان لسه الاسم. تجربه هتجرب ايا كان الاسم. هو النهارده النهارده الاسماء، النهارده انا طالما اخترت اسم يبقى انا شايف ان الاسم ده كفء ان هو يمسك مباراه، يتولى اداره مباراه اهلي وزمالك. وانا مش هجيب اي اسم وخلاص. انت بتتكلم في اهم مباراه في الموسم، وتعتبر اهم مباراه ما بين يعني الجمهورين، ان هم بيعتبروا يعني بعيدا عن الدوري احنا بنعتبر، يعني انا كجمهور اهلي مثلا بنعتبر ده بالنسبه لنا ماتش الدوري. انا واحد من الناس، انا حتى لو خدت دوري يعني بالنسبه لي الماتش ده ماتش الدوري، ليه خصوصيه ثانيه خالص. يعني انا افتكر يعني في 2007 مانويل جوزيه كان مريح اللعيبه ونزلنا وكان هو حتى واخد اجازه وكان بيلعب بالصف الثاني، والماتش ده خسرناه 2-0. بس جينا بعدها لعبنا من نهائي كاس مصر وكسبناه 4-3 لماتش كان يعتبر من الماتشات اللي ما تتنسيش. فكنا خسرانين 2-0 وكنا زعلانين جدا، وازاي نخسر وازاي وازاي وازاي. فهو بالنسبه لنا اهلي وزمالك، يبقى بالنسبه لنا ده دوري لوحده. فالنهارده انا هجيب حكم، يبقى يعني خلاص الحكم ده انا يعني كاهلي او كزمالك انا مع الحكم ده. هاجي بقى اقول اهلاوي وهاجي اقول زمالكاوي، دي النهارده هيتقال على فكره يعني عشان برضو نبقى عارفين ده. ابسط حاجه في انجلترا مثلا، وهنرجع لانجلترا، كان في حكم مشهور جدا هوارد ويب. هوارد ويب كتير من الناس شايفاه ان هو كان اصلا حكم بيميل لمانشستر يونايتد، وكان يعتبر بالنسبه لماتشاتنا ليفربول كان من يعتبر من يعني كارثي، كناش بنحبه زي بالظبط يعني الله يسامحه اللي فات ده. فيعني فكان بالنسبه لنا عارفين ان هو بيميل لمانشستر يونايتد، بس خلاص يعني النهارده كده كده هتقبل بوضعه. هلعب الماتش بتاعي ولا مش هلعب الماتش بتاعي؟ هلعب الماتش بتاعي خلاص. بس النهارده التحكيم ميولك اركنه على جنب، انت كده ده شغلك ده عملك. ده النهارده معلش الحكام مش هواه، والنهارده بياخدوا مقابل مادي على طبعا الدور بتاعهم، زيه زي اللعيب، زيه زي المدرب، زيه زي الاداري، زي. فالنهارده انت النهارده كحكم ده دورك، ولو انت عايز اهلاوي او زملكاوي او اي نادي اخر اه بقى وشوف بقى ومشاكل زي ما انت عاوز، ولو ساعتها هي اللي تحكم اه بس يعني. ويني ومينك لو واحد بس اهم حاجه غلط يتعاقب، ولو عمل حاجه يطلع ونشيد ونقف جنبه. من الحكام ليفربول برضو عايزين نستمر مع الحقيقه، ولابد ان احنا نتكلم الحقيقه على محمد صلاح. محمد صلاح منتظرين منه ان شاء الله الموسم ده، لان المنافسه قويه جدا. هالاند الحقيقه حاجه ممتازه ارقام عظيمه جدا. انت شفت قلت ايه؟ قلت محمد صلاح وهالاند، يعني خلاص هي المنافسه بقت فعلا المنافسه الحقيقه بقت في الحته دي، لان هالاند عنده توفيق كبير جدا بيتحرك كويس جدا. صلاح حقق ارقام، لكن هالاند عنده الشغف الكبير ان هو يحقق الارقام اللي جايه. حتى هذه اللحظه شفت اداء او بتشوف اداء محمد صلاح ازاي؟ مبدئيا صلاح طموح عندنا بقى عالي. احنا بنتكلم قبل هالاند احنا كنا بنتكلم في وجود هاري كين، في وجود اجويرو، وجود مهاجمين عظماء اساطير في الدوري الانجليزي. محمد صلاح مش مهاجم، محمد صلاح مش طبعًا مهاجم. دوره انا مش مهاجم، مش دوري ان انا اجيب لك الجول، دوري ان انا اساعدك ان انا اخليك تجيب الجول، وده اللي احنا بنشوفه دلوقتي.
دور صلاح ان هو بقى يمرر تمريرات رهيبه. احنا بنشوف مثلا في ماتش تشيلسي في الجوله الاولى في الكره بتاعه لويس دياز عمل اسيست رهيب. في ماتش نيوكاسل انت بتلعب ب 10 لعيبه ومطرود منك فان دايك عمل اسيست لداروين نونيز جاب لك بيها جون الفوز. فالنهارده دور صلاح اتغير وده كان بدايه من الموسم اللي فات. النهارده انت بشيت ساديو ماني وروبرتو فيرمينيو خلاص دوره كان قل وقتها. بتكلم على صلاح كان هو لوحده خلاص يعتبر منظومه الهجوم عندك في ليفربول اتغير. وجود دلوقتي لويس دياز مع جوتا داروين نونيز وجاكبو وبنتكلم على محمد صلاح وتحتيه بونداويك. فالنهارده المنظومه بتاعه ليفربول الهجوميه بتتغير. صلاح لو هنتكلم على الهداف او كده لا هالاند لوحده مع احترامي ولكن هالاند لوحده في وجود حتى هدافين كتير في الدوري الانجليزي لكن هالاند لوحده. مانشستر سيتي كده كده فريق هجومي وكانوا اصلا من سنتين او مستنيين او عاوزين المهاجم اللي زي هالاند. ثم جابوا فعلا المهاجم اللي يقدر يحول لهم بقى ويزود اكتر واكتر واكتر بالاهداف اللي هم بيجيبوها. احنا بنشوف بيكسبوا بالاربعه والخمسه والسته وبسكور وبيشبعوش ولكن هالاند برضو معاهم بيزيد اكتر وهو كده كده ما بيشبعش. يعني انا افتكر في ماتش شيفيلد يونايتد اللي كسبوه 2-1 في اخر دقيقه ضيع كتير وضيع ضربه جزاء جاب جون وجاب جون الاولاني وكان ما بيحتفلش زعلان ان هو اصلا ضيع ضربه الجزاء. فهو كده كده ما بيشبعش جوان وهو الصراحه اسلوبه وتفكيره يناسب جوارديولا. كده كده ما بيشبعوش بطولات فده ما بيشبعش اهداف. كل واحد ليه التارجت بتاعه كل واحد ليه الهدف بتاعه. فصلاح موسم ليفربول ان شاء الله موسم كويس. صفقات احنا شايفين الصفقات دخلت مع الفريق بسرعه. بنتكلم على سوبوسلاي وبنتكلم على ماك ليستر. وجود صلاح برضو يعتبر صلاح في حالته ومعاه لويس دياز مع اللعيبه والحمد لله الاصابات قليله. فان شاء الله نتمنى موسم كويس لصلاح خصوصا ان هو بنتكلم ان هيكون فاضل في عقده سنه. احنا بنتكلم عقده هيخلص 2025 فهيبتدي الكلام شويه بقى هيكمل ولا هيمشي ولا دوري سعودي ولا ايه. فده اللي هيتحدد بعد نهايه الموسم. ورايي ان هو كتفكير ليفربول مش كتفكير صلاح كاداره ممكن يمشي في اخر سنه يستفيدوا من العائد المادي. لكن كراي يورجن كلوب فهو اعلنها وقالها انا هيكمل لاخر عام لاخر العقد بتاعه وهو 2025. كويس جدا استاذ محمد. كان نفسي نخش على الدوري الاسباني والعنف اللي احنا شايفينه حاليا برضه في الدوري الاسباني وعقوبته وغيره لكن انا مش عارفه النهارده الحلقه جايه اليوم في حاجه. نورتنا يا استاذ محمد حقيقي كالعاده يعني. شكرا لك. شكرا جزيلا طبعا ناقدنا الكبير طبعا استاذ محمد همام على المعلومات اللي بنستفيد منها بشكل كبير جدا. وبشكر طبعا يعني اكيد انا ببقى سعيد الحقيقه مع زميلتي نهاوند بتنورونا دايما. ان شاء الله باذن الله تكون حلقات القادمه باذن الله فيها استفاده كبيره جدا كالعاده. انتظرونا غدا بمشيئه الله في نفس الموعد 10 الصبح في الاهلي على شاشه قناه الاهلي.